طيب هتحب الصبح؟ هتحب الصبح طبعا. طيب تعال نشوف مع بعض يعني خلاصة الكلام الوجيز في عالم البي جي بي، ان في الاخر لو حد قال لك اي حاجة ليها علاقة بالبي جي بي، شوية النقص الملخصة دي هي اللي تحل لك اي ازمة فيه، هي اللي تجاوب على اي سؤال فيه. ان البي جي بي نكونسيدر الاجندة كونسيدريشن واتريبيوتس، لا الاجندة بي جي بي اتريبيوتس، مراجعة دي مراجعة، وبعد كده هنتكلم في حاجة اسمها بي جي بي اتريبيوتس اللي هو المتريك. الكورس ده ايه السؤال ده؟ وكل مرة اسئله هو كل مرة ناقص لا 17 محاضرة تقريبا خلاص. قلت لك 17 وخلصهم في 5 هتفرح، لكن قلت لك ان هم 5 وخلصوا في 6 هتزعل. 17 انا مش هقدر اسيبكم يا جماعه، انا مش هقدر اسيبكم، انا مش هقدر اسيبهم، مش هقدر، مش هين عليا حبيبي والله. ايوه بقى شايف اهو، بس خلصنا مش هنسيبك. طيب بي جي بي كونسيدريشن، بصوا احنا عشان خاطر نشغل بي جي بي، ايه اللي انت تاخده في الاعتبارات؟ لازم تاخد في اعتباراتك انك انت بتعمل اول حاجه اسمها نيبر ديسكفري، وان شاء الله لما تتم مراحل النيبر ديسكفري على خير تبدا تركز في مراحل الروتس ديسكفري. فانا هلخص لك من الاخر بي جي بي، انا بي جي بي صفحه كده هتلاقيه مكررها لك يمكن مرتين او ثلاثه في الماتيريال الصفحه دي، ليه؟ من كتر حلاوتها وانجازها وخلاصتها. لا لا خالص مش جاي في الامتحان، مش مهندس ولا سؤال، ولا سؤال، مفيش ولا سؤال صح ولا حاجه. طب حتى الدراج اند دروب جالك ولا ما جالكش؟ جالك الثلاثه جولك بتاع الاي بي فيرجن 6 نت 6 4 صح؟ وبتاع السيف والبي جي بي. ايوه يا بيه، امال ايه؟ امال ايه؟ لا هو 1000 دي، هو 1000 ده قفل، 1000 ده للحافظ، لكن لا احنا مش كده. امال ايه؟ ماشي سيسكو محدش بيجيب فيها 1000 اليومين دول، صح وغلط اصلا. طيب المهم، فنيبر ديسكفري دي نقدر ان احنا نعالج مشاكلها ازاي؟ واحد، ايه اول حاجه تعملها لو عايز نيبر ديسكفري تتم صح؟ يعني لو حد سالك سؤال يقول لك لو عايز تقوم بي جي بي نعمل ايه؟ قول له نعمل نيبر ديسكفري. واحد، ان انت تعمل النيبر كوماند صح. يعني ايه نيبر كوماند صح؟ انك تكتب نيبر وتختار الاي بي بتاع جارك اللي انت عايز تفتح معاه نيبر شيب. طبعا عشان تطمن اول باول على شغلك اذا كان ماشي صح ولا لا، شو اي بي بي جي بي سامري، اشهر شهات البي جي بي. ليه؟ ما هو لو شو اي بي بي جي بي سامري ما وصلناش للنهايه ان احنا قومنا البي جي بي، يبقى مش هيبقى فيه روت ديسكفري، يبقى مفيش ابديتس، يبقى مفيش داتا. طيب بعد ما عملت شو اي بي بي جي بي سامري وكتبت نيبر كوماند، لقيت الستيت مثلا ايدل، يعني ايه؟ بعد ما كتبت اول كونسيدريشن لقيت لسه الستيت مكتوبه انها ايدل. طب جاري ايدل ليه؟ يبقى لازم تاخد بالك من الاعتبار الثاني بقى، ان لازم كان جارك اللي انت كتبته ده يبقى ريتشبل، نيبر شود بي ريتشبل. ومعناها ايه شود بي ريتشبل؟ اعرف اوصل له، واعرف اوصله ازاي؟ بص الطرق اللي ممكن توصل بيها لجارك، كونكتد دي طريقه، ممكن استاتيك لو هو مش كونكتد ليك اكتب له امر استاتيك، اكتب استاتيك روت والجاري الفلاني اوصل له من السكه الفلانيه، او يعني لو كل ده مش عاجبك طب في طريقه ثالثه اللي هي الاي جي بي، مش اي بي جي بي، اي جي بي احنا لسه عايزين نقوم اصلا البي جي بي. اي جي بي زي مين؟ يعني تبقى مشغل او اس بي اف، تبقى مشغل اي اي جي ار بي، تبقى مشغل ريب، اي اس اي اس، اي حاجه يعني اي راوتنج بروتوكول عشان بس تقوم البي جي بي، لان البي جي بي ما بيقومش لوحده، محتاج حد يتسند عليه. ممكن يتسند على كونكتد، امتى يتسند على كونكتد؟ لو هم راوترين قدام بعض وانت عامل النيبر شيب ازاي؟ بالنسبه لاي كاتب ان النيبر هي دي، وبالنسبه لبي كاتب ان النيبر هي دي، يعني النيبر هو عباره عن التو فيزيكال انترفيسز اللي قدام بعض هيتعكزوا على كونكتد، بس لازم يتعكس كان على حاجه. طب افرض ان انت ما كنتش النيبرز ما كنتش انترفيسز كده دايركت كونكتد، يبقى تعرفهم لبعض ستاتيك، يعني علمهم لبعض، يعني قول له جارك توصل له بالطريق الفلاني والتاني تقول له جارك توصل له بالطريق الفلاني، او بقى تشغل اوز بيف ويا جي ار بي ما بينهم، ايا كان بقى الطريقه اللي هتشغلها ما بينهم. ممكن تلاقي برضو لسه بعد ما عملت الكلام ده، يعني عشان ما عملتش دي كان ايدل، ممكن تلاقي برضو بعد ما عملت الكلام ده لسه النيبر شيب ايدل. ايدل معناها ايه؟ مش عارف ابعت له، انا مش عارف ابعت له عشان ما كنتش عارف له طريق، لكن بعد ما عرفت له طريق ايه حاجه تانية مخليه راوترك مش عارف يبعت له؟ ساعات الراوتر بيبقى محرج. محرج من ايه؟ من جاره. ليه؟ بيقول لك اصل انا عارف ان انا هبعت له هيكسفني فمش هبعت له،
يا عم الحاج هيكسفك في ايه؟ يقول لك اصل انا عارف ان انا لو بعتها له هيرميها. وايه اللي يخليه يرميها؟ يطلع ان ممكن ساعات راوتر فعلا لما يبعت للراوتر اللي قدامه مثلا اوبن مسج عشان يفتح النيبر شيب اللي قدامه يرميها عشان خاطر التي تي ال بتاعها مش صح. يعني ايه؟ يعني راوتر ايه؟ بيقول لك انا شايف ان انت بتقول لي ان جارك مثلا ده لوب باك. فانا شايف ان جاري لوب باك او جاري مثلا ممكن يكون راوتر بعيد شويه، يعني ممكن تكون الكيس مش كده، كيس ان راوتر وعلى راوتر بعد راوتر بعد راوتر وانت قايل لايه؟ قايل لايه؟ ان جارك بي بعيد، يعني مش لوب باك فيزيكال انترفيس بس بعيد. طب وايه اللي مخليك محرج؟ بيقول لك ما انا محرج ليه؟ انا هبعت الحاجه وهو اي بي جي بي نيبر وهطلعها بتي تي ال 1 فاول واحد هيرميها. انا جايز هو نفسه شخصيا عشان جاي له بتي تي ال ب 1 تي تي ال ب 1 يعني ما يعملهاش راوتنج، جايز هو نفسه كمان يرميها. فعشان كده بيعمل ايه الراوتر؟ الراوتر ممكن بعد ما تشغل راوتنج بروتوكول عشان تخلي النيبرز يعرفوا بعض تفضل الستيت ايدل، تفضل الحاله ايدل. ايه سببها؟ سبب ثالث تكونسيدر وتاخد بالك منه، موضوع الاي بي جي بي مالتي هوب. ايه قصه الاي بي جي بي مالتي هوب؟ ان باي ديفولت بالظبط كده الاي بي جي بي مسجز رسائل الاي بي جي بي بتبقى بتي تي ال بواحد. اه المشكله دي مش موجوده في الاي بي جي بي، يعني باي ديفولت الاي بي جي بي مسجز بتبقى التي تي ال بتاعتها ب 255. بمعنى لو كان الجارين في نفس الاوتونوم سيستم مش هتحصل المشكله دي، يعني مجرد ما تعرف راوتنج ميثود يخليهم يوصلوا لبعض مش هتلاقي ايدل دي خالص. لكن لو انا عرفت راوتنج ميثود ولسه في مشكله موضوع الايدل ده مظبوط. ايه ده؟ انت اللي غششتني غلط، انا قلت في دماغي 255. فالاي بي جي بي مسجز التي تي ال بتاعها بيبقى 255. ماشي، ده بقى اللي عندنا فيه مشكله. فكنا اتفقنا ان احنا بنعمل امر لو الجارين اي بي جي بي نقول له اي بي جي بي مالتي هوب، فبيتحول التي تي ال ده من واحد ل 255. ساعتها ثق تماما ان اكيد راوترك مش هيبقى محرج وهيبعد. لا لا لا، يعني حسب انت على بعد كام راوتر، يعني اهو واحد اثنين بالظبط كده، ممكن نزودها جنبها، ممكن نقول له اي بي جي بي مالتي هوب ونحط رقم 2 3 على حسب. بس احنا ما بنسيبها ل 255، انت كده ضامن ان هو هيجيبه هيجيبه، يعني ولو كان على بعد 255 هوب هيجيبه هيجيبه. طيب فالمهم بالنسبه لنا التو كونسيدريشنز دول اللي هو انك تتاكد ان النيبر ده ريتشبل وانك تشغل خاصيه الاي بي جي بي مالتي هوب بتخلي الست عمرها ما تبقى ايدل. امال الاي ست ممكن توصل ايه؟ اخيرا توصل لاكتف. اكتف ليه؟ ان الراوتر ده اخيرا هيبدا يروح باعت اوبن مسج للي قدامه. بس ايه الحاجات بقى اللي ممكن تخلي انك تبعت له اوبن مسج وهو ما يردش عليك؟ الكونسيدريشن الاخير. ايه الكونسيدريشن الاخير؟ انك انت تكون عامل النيبر شيب باللوب باك ومش كاتب موضوع ابديت سورس لوب باك. ابديت سورس لوب باك لو انت مش عامله، يعني النيبر شيب اصلا ما بين اللوب باكات، ده ممكن يسبب ان الستيت تبقى اكتف. يعني احد الحاجات اللي تاخد بالك منها لو لسه اكتف، يعني عملت شو اي بي بي جي بي سامري ولقيتها ايدل، اتاكد ان النيبر ريتشبل. عملت الموضوع ده لقيتها لسه ايدل، اتاكد من موضوع تي تي ال. عملت موضوع تي تي ال اكيد هتبقى اكتف، يعني عمرها ما هتفضل لسه ايدل. لقيتها بقت اكتف، اعرف ان مشكله الاكتف بسبب ان الابديت سورس لوب باك ما اتعملش. ليه؟ ده بيخلي ساعات اللي هو الامر ده عدم وجوده، انك انت تبعت اللي قدامك واللي قدامك ساعات ما يردش عليك بسبب انك انت مش مطلع الابديتس من السورس اللوب باك بتاعك. اللي قدامك ممكن مش عارفك فمش عارف يرد عليك. المفروض ان شاء الله لو عملت الاربع حاجات دول ثق تماما. بص عمياني، يعني اي حد شغال بي جي بي عمل الحاجات دي ما فيهاش تهريج، اكيد هيشتغل. يعني اكيد لو عملت الاربع حاجات دي هتلاقي ان النيبر شيب وصلت للاستابليشد ستيت. يعني اكيد اكيد البي جي بي نيبر شيب هتقوم. فزي ما حضراتكم شايفين يختلف طبعا بي جي بي عن اي بروتوكول في ايه؟ في انه عشان يقوم هو صعب. بس مجرد ما بيقوم الدنيا بتبقى بعد كده خلاص سهله وجميله. بس عشان يقوم الموضوع فعلا مش بالبساطه المعروفه او البساطه التقليديه. يعني في اي راوتنج بروتوكول بتعمل النتورك كوماند، نتورك كوماند فتشغل الانترفيسز بيبعتها له لوحده الدنيا تتظبط زي الفل. يمكن الوحيد اللي كان فيه حوار في موضوع تقويم النيبر لو هتشغل او اس بي اف مع فريم ريلي مثلا. ايه الحوار اللي ممكن يكون في الموضوع ده؟ هتشغل او اس بي اف مع فريم ريلي مثلا، انك كنت لازم لو عايز تفضل شغال بالديفولت مود تعمل النيبر ريليشن شيب بايديك، يعني تعمل نيبر بايديك. يعني الحوار ممكن لو كنت او اس بي اف مع مالتيبل اكسس نون برودكاست مالتيبل اكسس تضطر تعمل ساعات النيبر شيب بس بايديك. مش رقم، لا ده رقم دي بتاعت بريفيكسز ريسيفد ما بتكتبش حاجه.
لا في الشو ده ستيت في جنبيها بس الناس كلها بتشوفها غلط حاجه اسمها كده بي اف اكس ار سي دي بريفكسز ريسيفد دي حاجه ودي حاجه ستيت اللي هي لغايه الخطوه دي بريفكسز ريسيفد دي ليها علاقه بالخطوه دي اصلا فحضرتك بتشوف الرقم ساعات الناس تشوف رقم 3 3 معناها في 3 شبكات استلمتها فالناس بتفتكر ان 3 دي الستيت لا يعني فالرقم ده مش تبع دي خالص شفت موضوع الارقام دي طلعت لك 7 7 يبقى 7 بريفكسز يعني لو شفت البي جي بي تيبل هتلاقي 7 شبكات استقبلتها من جردل ستيت دي فاضيه بالظبط يعني فستيت دايما بتبقى فاضيه كده يبقى انت في التمام بس في رقم جنبها بس الناس فعلا ساعات بتشوف تفتكر الرقم ده تحت خانه ستيت الرقم ده ليه علاقه بدي اصلا ملوش علاقه خالص باللي فوق ليه علاقه بالروتس ديسكفري رقم شرح بتاع فوق مكتوب بي في اكس ار سي دي دي معناها ايه ده انت عملت لابات وخربتها على الاخر اه واشتغل شكل اللاب اشتغل ايه ده الراجل ده ما اعرفش ايه اه بس لسه احنا ما شرحناهاش لسه في حته ثانيه دي يعني هو قصدنا بس ان في الشو ده بيطلع لك الستيت استابليشد ولو الروتس ديسكفر دي خلصت بيطلع لك رقم الرقم ده ايه ده عدد الروتس اني روتس اللي استقبلتها من الجار ده ايوه بقى ايوه والله بتاخد خبره ابذل مجهود في الحاجه تاخد خبره حضور قلنا حضور يعني ولا حاجه حضور ومذاكره وحاجه حضور ومذاكره وامتحان اهو كل حاجه واحنا قلناش الجمله دي لا قلناها لا بس بمعنى تاني ايه ده انا بمعنى تاني لا دي اكيد النصيحه دي مستحيل ما كنتش قلتها في الجروب بتاعكم عشان ملاحظ ان انتوا بتحضروا بس يا جماعه تمضي حضور وانصراف فقط طيب المهم الروت ديسكفري الروت ديسكفري اللي هو انك انت تبدا تبني في البي جي بي تيبل طب وازاي اقدر اشوف المعلومات اللي في البي جي بي تيبل بص هو باختصار السمري طلع لك الشبكات اللي جت في البي جي بي تيبل يعني في خانه كده جنب ستيت يعني في الشو ده بيبقى كاتب لك ايه في الشو ده افكرك تاني كاتب لك النيبر وكاتب لك الاوتونوموس سيستم وكاتب لك الستيت حالته ايدل اكتف استابليشد وبيبقى كاتب في الاخر خالص كده حاجه اسمها بريفكسز ريسيفد فعددهم ده كده سامري اما تفاصيلهم تشوفها بالشو ده شو اي بي بي جي بي هيطلع لك تفاصيل البي جي بي تيبل بقى مش عشان تعرف تستقبل روتس اول حاجه جاي ابدا ابعت روتس في البي جي بي تيبل يعني ازاي ان انا اقدر اعمل اكستشينج اوف ابديتس ايه الامر اللي اكتبه على روتري بس خلاص اللي خلص الموضوع ايه الامر اللي اكتبه على روتري عشان خاطر اقدر ان انا ازيع شبكات في البي جي بي امر اسمه النتورك كوماند يعني بالنتورك كوماند اقدر ازيع حاجات في البي جي بي طبعا في حل تاني قلنا مش مفضل استخدمه اللي هو حل الريديستريبيوشن فالنتورك كوماند بعد ما عملت النتورك كوماند ساعات ممكن الابديتس للاسف الشديد تروح بس الداتا ما ترجعش الابديت تروح بسلاسه والداتا ما ترجعش في السكه ولا دوس على الجرح طيب وايه اسباب حاجه زي دي طلع ان اسباب حاجه زي دي حاجه اسمها البلاك هولز ان الابديت تروح والداتا ما بترجعش بسبب البلاك هول فاتفقنا مع بعض ان احنا نعمل ايه كونسيدريشن تاني مع الروتس ديسكفري ان احنا نرن بي جي بي الله عليك ليها اي بي جي بي ماشي نرن اي بي جي بي اون اول ترانزيت autonomous system routers الكلام ده مش للستوب autonomous systems للترانزيت ان انا اشغل البي جي بي على جميع الراوترات الترانزيت ليه عشان خاطر الابديت تروح والداتا لما ترجع تبقى راجعه على كل اللي عارفين الابديت يعني تبقى كل الناس عارفه الابديت فالابديت تروح والداتا ترجع في السكه بس عرفنا ان الابديت مش شرط تروح بسلاسه بسبب البي جي بي سبليت هورايزون بي جي بي سبليت هورايزون بيخلي الابديت ساعات تقف ازاي لما الابديت بتروح من اي بي جي بي الاي بي جي بي ما بيكملهاش يعني بيوقفها عنده فور افويدنج لوبس فالحل قلنا ايه قلنا يبقى هنرن الاي بي جي بي اون اول ترانزيت اوتونوموس سيستم يوزنج بالظبط فول مش فول مش مقصود بيها فول مش كابلات فول مش نيبر كوماندات يعني انك تعمل نيبر كوماند مع كل اللي موجودين في الاوتونوموس سيستم مش يبقى في كابلات ما بينهم كلهم وبين بعض فول مش دي فيرتشوال فول مش فيرتشوال بمعنى انت عندك 100 راوتر يبقى هتعمل 99 كوماند مع مين مع الباقيين ده انت اللي هتعمل 99 كوماند طب والباقيين كل واحد من الباقيين يعمل 99 كوماند طبعا العدد هيبقى مهول من الكوماندات ولكن ده حل لكن لو عايز حلول تانية لو كان فعلا شبكتك كبيره لو خايف على شبكتك بجد تاخد كورس الادفانسد امال ايه اللي اتلغى لو خايف على الشبكه فعلا تعالى نتخيل مع بعض لو عندك 100 راوتر
حلو، وهتعمل لهم نيبر شيب فول مش 100 × 99 × 2. ايه ده؟ مش ده قانون الفول مش اصلا؟ ده اللي هيطلعنا في الاخر عدد الكوماندات اللي نعملها. ان في ان ناقص 1 × 2، عدد الكوماندات اللي هتتعمل مهوله. ازاي 100 × 99 × 2 بيطلع كام؟ 450 كوماند. فطبعا 450 كوماند بس. لا لا في حاجه غلط، زود صفر كده، في زود صفر صحيح. 4500 كوماند. مش تصحصحوا شويه يا جماعه، تقريبا 5000 كوماند. هي مش هزود اكتر من كده كوماند خلاص. طيب ففهم في حدود 5000 كوماند. اه كده رقم ايه يخوف شويه، 5000 كوماند وهم 100 راوتر كتير. بمعنى 5000 كوماند فعلا كتير. فطبعا في الشركات الكبرى قوي حل بديل للفول مش، هو الفول مش ده حل بيشتغلوا بيه ناس كتير قوي. حل بديل في حاجه اسمها روت ريفلكتورز. وايه روت ريفلكتورز ده؟ ار ار زي الدي ار. ان احنا نجيب بقى راوتر زي دي ار ونبعت له الابديتس، هو ياخد نسخه من الابديتس ويبعتها للباقيين، حوار كده. لازم كورس. دي كل حاجه في البي جي بي، في البي جي بي صحيح. تعجبني على ايه هندسه مري في الروت ريفلكتور؟ لا يقول لك ايه الحلول اللي غير الفول مش بس. فروت ريفلكتور اللي هو ايه؟ روت ريفلكتور بدل ما نوصل فول مش هنوصل ستار. هنجيب واحد راوتر زي الدي ار، يعني في الاخر هي اللي جايبه ان الروت ريفلكتور زي الدي ار في الاوسبيف، راوتر في النص نبعت له الابديتس وهو يبعتها لكل اللي موجودين. تعالى تعالى نساله على الموضوع ده. وفعلا روت ريفلكتور موضوع كبير يعني يحتاج على الاقل يعني محاضرتين ولاب لاستيعابه بشكل كامل. ولكن في حل كمان، حل اسمه الكونفدريشن. ايه الكونفدريشن؟ حل بيسموه الاتحاد الاشتراكي الكونفدرالي. يعني ايه يا جماعه؟ دي سياسه، مش هينفع الكلام ده، دي سياسه كبيره. فعلا حل الكونفدريشن برضو ده حل بيحتاج بتاع محاضرتين مع لاب، وهيطلع قصه برضو كبيره كده انك انت تقسم الاوتونومس سيستم لاوتونومس سيستمز صغيره، سب اوتونومس سيستمز، فبيسموها الاتحاد الاشتراكي الكونفدرالي، الكونفدراليه اسمه كونفدريشن. في حل اخير وهو حل اكثر استخداما، حل اسمه ام بي بي جي بي. الله عليك، ايوه بقى كده. ام بي بي جي بي اختصار لمالتي بروتوكول بي جي بي. ده عباره عن ايه الحل ده؟ عباره عن ميكس ما بين البي جي بي اند ام بي ال اس. ام بي ام بي ال اس يعني ام بي بي جي بي. فحلول دي كلها دي كورسات اللي هي بقى المفروض السيرفيس بروفايدر. يعني احنا بندرس الكورس بتاع الراوتنج ده بالظبط، بس احنا بندرس كورس سيرفيس بروفايدر، كورس الراوتنج من وجهه نظر ان احنا ايه عميل، نعرف فكره كده عن السيرفيس بروفايدر. قلب شبكه السيرفيس بروفايدر محتاجه دراسه اكثر استفاضه. يعني قلب شبكه السيرفيس بروفايدر فيها حلول اكثر، محتاجه تريننج. ده ليه كورس، يعني كورس البي جي بي ده لوحده كورس، والبي جي بي ام بي بي جي بي ده اللي هو الام بي ال اس مع البي جي بي ده ليه كورس لوحده. يعني هو كورس الام بي ال اس بالتفصيل بتاعه، فده ليه كورس لوحده. ليه؟ اللي محتاجه اللي هو اللي شغال في قلب شبكه البروفايدر. يعني احنا لسه بالنسبه لنا طالما لسه مش شغالين في قلب البروفايدر، لا احنا مش محتاجين حاجه زي كده. احنا كفايه قوي قوي النولج بتاعه الراوتنج اللي احنا عارفينها، لو حد عارف برده شويه سويتشنج ده حلو قوي. بعد كده شغلك لما يبقى بقى له سنه في تفاصيل شبكه زي دي، بيبقى طبعا ايه محتاج انك انت تعرف الحاجات دي لشغلك، مش لمجرد انترفيو. يعني مجرد انترفيو ممكن قرايه قشور من الموضوع ده تعرف تعدي بيها، لكن اللي محتاج فعلا كان كورس زي السيرفيس بروفايدر ده اللي كان شغال في قلب الشبكه وعليه. فدي حلول اعلى شويه محتاجه سي سي ان بي سيرفيس بروفايدر. طيب المهم عملنا كل الكلام ده والابديت ما عدتش. ايه ده؟ لا انا ما انت مش شغال في البروفايدر، انا بالعكس انا بايدك. يعني بقول لك ايه؟ بقول لك انت كنت صح. امال ايه؟ ايه ده؟ وانا هقول لكم بصراحه، وانا بصراحه كده كان عندي سفريه وكنت مسافر، فانا قلت اجرب، لقيت الناس فقلت خير وبركه اسافر بقى. اه يا جماعه. طيب اهلا، عاشتني والله. لا ده انت رجعت متاخر. طيب فدي حلول، ولو فضلت بعض الحلول دي كلها برضه لسه ما فيش روتس ديسكفري، اذا وعليكم على الحل اللي خلى الراجل ده يشغل اللاب بتاعه. ايه بقى حل؟ حل فعلا كمان ممكن فعلا حاجه من الابديتس تقف، ابديتس تعطل شويه بسبب عدم وجود ما حكينا عليه في اخر السيشن اللي فاتت، انك ما استخدمتش
نيكست هوب سيلف. نيكست هوب سيلف ده استخدمه فين؟ اون اوتونومس سيستم باوندري راوترز وذ مين؟ يعني استخدمه على الاي اس بي ار وذ مين؟ وذ الانترنال راوترز. يعني الراوترات اللي جوه الاوتونومس سيستم بتاعي كان لازم اجي على الاوتونومس سيستم باوندري بتاعها واعرف امر اسمه نيكست هوب سيلف، اقرب لهم موضوع نيكست هوب. واللي مش فاكره هيجي سيره النيكست هوب مع الاتريبيوتس، يعني واحد من الاتريبيوتس هو نيكست هوب. لو مدريد وبرشلونه بقى في راوتر في النص، تمام كده وكده، يعني على كل النيبرز الله عليك لا مش اللي في النص اللي هتعمل كده، حطيت راوتر في النص بين مدريد وبرشلونه، ملوش دعوه بقى اللي في النص ده، اللي الجناب هم اللي يعملوا الامر ده. الاي اس بي ار بس انت هتقول اللي في النص، انت كمان انت هتقول ما انت هتقول على الاي اس بي ار with internal router with all internal routers. يعني هتيجي على الطرف مدريد وتعمل نيبر مع كل الراوترز اللي جوه وتقول لهم نيكست هوب سيلف، ونيكست هوب سيلف كمان معاهم كلهم وتيجي على برشلونه وتعمل نيبر مع كل اللي جوه، يعني كل واحد على الايدج يقول لكل اللي جوه. اللي في النص مش هتعمله بالظبط كده، ليه؟ اللي في النص مش نيكست هوب لحاجه، اللي في نيكست هوب بياخد الابديت ويروح يزيحها بس. هيقراها، ما انت هيقول له انها نيكست هوب. بص مدريد ماشي، وبعدين راوتر ما نعرفوش سمسم ماشي، وبعدين برشلونه حلو، هتيجي على مدريد تقول له نيبر سمسم نيكست هوب سيلف، ونيبر برشلونه نيكست هوب سيلف، خلاص بقى سمسم وبرشلونه عارفين ان ده نيكست هوب. وتيجي على برشلونه تقول له نيبر سمسم قول له ان انت نيكست توب، ونيبر مدريد انت نيكست توب، بقى سمسم ومدريد عارفين ان ده نيكست توب للشبكات التانية. طب واللي في النص ده؟ لا مالكش دعوه بيه. اللي في النص ده لما يحب يخرج للشبكات دي نيكست توب كده، لما يحب يخرج للشبكات دي نيكست توب كده. اللي في النص ما تعملوش حاجه. اللي في النص هم المفروض في الحقيقه مين كتير، يعني على الايدج قليلين واللي في النص دول الكتار، وانت عملتها واشتغلت معاك، مش تقول اشتغلت صح كل روتس ولا الكونسيدريشن الاخير. لو بعد كل القصه دي برضو في حاجه في الروتس ما اشتغلتش، يعني بتعمل شويه بي بي جي بي ما اشتغلتش، يبقى انت عندك حاجه قديمه في شبكتك. كونسيدريشن الاخير ما بحبش احكيه لانه اكتر ما بيفيد بيلخبط، هو المفروض موجود باي ديفولت ومش محتاج تعمل له حاجه، بس احتياطي تبقى عارف عنه. وقعت حظك في راوتر قديم، في راوتر فيه مشاكل، ايه بقى؟ ان الكونسيدريشن الاخير يقول ابقى ديسيبل حاجه اسمها سينكرونايزيشن. وقع ايه ده؟ انت بتعمل راوتر ليفر او ارسنال؟ اه في البيت كانت معمول له فيت في معمول له قلت اللي موقفها عملتها وظبطت. يا طيب يعني معنى الكلام ده ايه؟ المفروض ديسيبل السينكرونايزيشن، هو المفروض ان ده اصلا موجود كده باي ديفولت، يعني هو باي ديفولت اون ريسنت اي او اس، على الاي او اس الجديده الامر ده موجود. انا احكي لك هو بيعمل ايه بس مش عايزك تتوه فيه، يعني عايزك ايه تاخده كده على طبيعته ان هو كده كده اصلا ان شاء الله هيبقى موجود انه ديسيبل. بس لو لاي سبب من الاسباب هيس البي جي بي، هيس الراوتر، ابقى جرب اقفله. الله عليك يا هندسه، اللي هو فعلا ان احنا هنعمل ايه فعلا جوه البي جي بي. يعني يمكن الناس اللي حضرت اللاب الصبح مش بالليل كنا جربنا الامر ده، راوتر بي جي بي وحطينا رقم مثلا، وانت جوه الكونفج داش راوتر تكتب كده نو سينك، اللي هو اختصار نو سينكرونايزيشن. طب احكي لك ايه قصه السينكرونايزيشن عشان تعرف ان هي ايه، هي فعلا ملهاش لازمه، يعني كان لازم نعمل لها نو. احكيها لك بس ايه ما تقفش عليها والا ممكن تهنجك، يعني ممكن افشانك عليها يخليك ايه يا خبر ابيض انا مش فاهم اي حاجه في البي جي بي بسببه. السينك حاجه وحشه. السينك حاجه وحشه بالظبط، الغيها. طيب هي ملغيه وهي ملغيه اصلا. طيب انا احكي لك ايه السينك، يعني تعالى ناخد كده على جنب واقول لك هو يعني ايه بي جي بي سينك. يعني اللي اخترع البي جي بي سينك ده كان قايل ايه للراوتر؟ ايام زمان كان السينك اون، ايام دلوقتي السينك اوف، وده كويس. ايه بقى السينك؟ بص اقولها لك بالبوق الاول وبعدين اكتبها لك. ايه ده؟ شايل عمال من خبرات سابقه 10 مرات ودي المره 11، ف 10 سنين سابقه بشيل الهم. تفتكر ال 11 الهم هيروح يعني؟ طيب فعشان كده بحاول انا ايه؟ انا عايزك انت اللي تشيلها من همك. ايه السينكرونايزيشن؟ ان اي راوتر شغال بي جي بي ما يزعش حاجه بالبي جي بي الا لو عارفها باي جي بي. تاني كده راوتر نكتبها برضو، راوتر لو يعرف حاجه بالبي جي بي ما يزعهاش بالبي جي بي الا لو كان يعرفها عنده باي جي بي. اي جي بي يعني ايه؟
يعرفها كونكتد، يعرفها او اس بي اف، يعرفها اي جي ار بي، يعرفها اي كان. هو هي دي النقطه بقى، الراجل اللي اخترعها تحس ان هو كان سكران وهو بيخترع حاجه. الاي بي جي بي مش هينفع تدخل جوه اي بي جي بي لان دي معروفه بالبي جي بي. يبقى معنى الكلام ده الصح نعمل ايه؟ نسيب ونخلص. طيب هو واحد الحمد لله هرش الموضوع، انا مش عايزك تهرشه، انا عايزك تلغيها وبس. ان هو تاني في واحد راح عمل فيتشر كده في البي جي بي كان باي ديفولت بيقول له يا بي جي بي اوعى تزيع اي حاجه بالبي جي بي الا اذا كنت عارفها مثلا او اس بي اف، يعني اعرفها او اس بي اف ابقى ازيعها بي جي بي. وايه علاقه السينك بالموضوع؟ هو بيعتبر ان طالما معروفه بالاي جي بي، اي جي بي مش اي بي جي بي، اي جي بي يعني معروفه بالاو اس بي اف ومعروفه بالبي جي بي كده في تناغم ما بينهم، ان هي لازم تتعرف مرتين عشان احكيها بالبي جي بي. ايوه بس خلينا نفكر في اللي احنا عملناه، اللي احنا عملناه في الكورس ايه. احنا قلنا ان الاو اس بي اف عمره ما هيشوف حاجات البي جي بي. ليه؟ الاو اس بي اف ده بيشوف شبكات انترنال والبي جي بي ده بيجيب لك شبكات اكسترنال. وعلي كان لازم نلغيها. ليه كان لازم نلغيها؟ دي كانت بتوقف المراكب السايره. بص هو كان عايز يافويد البلاك هولز، يعني هو لما لقى ان في مشكله بلاك هولز قال لك انا هعملها عشان الناس تضطر ان هي يعني تلاقي ان الابديت ما بتروحش وداتا ما بترجعش، يعني لا الابديت بتروح ولا داتا بترجع. فالراجل اللي اخترعها فكر قال لك انا مش هخلي الابديت تخرج طالما انا متاكد ان داتا مش هترجع. فاحنا المفروض الصح نعمل ايه؟ احنا خلاص اتفقنا ان احنا هنشغل بي جي بي عشان خاطر يجيب لنا الشبكات اللي من بره، والاو اس بي اف عشان يجيب لنا بس الشبكات اللي من جوه. فازاي بقى الحاجه اللي هتبقى معروفه بالبي جي بي هتبقى معروفه بالاو؟ ما هي مش منطقيه. وعشان كده احنا دايما بنعمل ايه؟ نقول له لا اوعى تسيبها. لو سابها ايه اللي هيحصل؟ لو سابها مفيش حاجه تطلع بالبي جي بي، يعني اكيد الزميل لما جربها لان البي جي بي تيبل برده فاضي. ايوه فاضي، واحد منهم مليان والتاني مش فيش خالص، يعني واحد بيسمع كل حاجه وما بيحكيهاش للتاني. ليه ما بيحكيهاش؟ بيقول لك انا مش هحكيها الا لما اعرفها بالاو اس بي اف. ما انت مش هتعرفها بالاو اس بي اف، ما جالك كلها بالبي جي بي، جالك من بره. فراح راجل طيب قال لك خلاص اعمل له نو سينك. يعني ايه نو سينك؟ زيع وخلاص. نو سينك يعني بتقول للراوتر زيع اللي عندك بالبي جي بي حتى لو انت ما تعرفوش بالاو اس بي اف، لان ده الطبيعي، ده المنطقي. فسينك اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الوحشه. سينك اللي هي ايه؟ دو نوت ادفرتايز بي جي بي ابديت انليس ات از نون باي اي جي بي. اوعى تذيع بي جي بي ابديت الا لو كان يعرفها اي جي بي. بين قوسين بقى اي جي بي مش اي بي جي بي، اي جي بي اللي هي ريب، وايه كمان؟ اوزبيف. ايه كمان؟ اي اي جي بي. ايه كمان؟ ستاتيك. ايا كان، يعني ايا كان اي حاجه غير بي جي بي. فالبي جي بي بيقول لك انا مش هذيع حاجه الا لما اكون عارفها بطريقه ثانيه. زياده التاكيد يعني يا عم؟ اه يقول لك زياده التاكيد عشان خاطر كانت ليها علاقه بالبلاك هولز. احنا بقى لما بنعمل ديسيبل للسينك، عارف يعني ايه ديسيبل للسينك؟ تقول له نو سينك، تقول له يا عم زيع بالبي جي بي وخلاص. يعني اللي يجي لك بالبي جي بي زيع بالبي جي بي، ليه توقف الدنيا؟ فعشان كده لو بعد كل الخطوات دي لقيت فعلا لسه الابديت برضه واقف عند حاجه، بنكتب نو سينك، تلاقي الدنيا سلكت واتظبطت واتروقت وكله بقى زي الفل. هو المفروض اسلام ما جاش، اسلام خلاص فقد الامل، لا بقى يحضر ان ايه ولا بقى يحضر ان بي. يعني ما بص عارف ساعات لما تضغط نفسك كده تحضر 6 مرات في الاسبوع ومحاضرات ولابات مع شغل، اتفاجئت نفسك كريت الحياه. يعني زي الناس اللي حاضره مثلا كورس سويتشنج كرهاني جدا، يعني هتبص لهم كده ايه نظرات كره، يعني عارف نفسهم يمسكوا سكينه ويذبحوني. بقالنا 50 مرة بنشوفك ايه بس حاجه ترش كده، بس تحس حسيت نبره صوت، حسيت يعني تحس انه بيعزني جدا. ايه ده السويتشنج سهل؟ لا هو بس انك تاخد سويتشنج كذا 20 محاضرة وبعدين راوتنج 30 محاضرة، يعني 50 مرة بتيجي، يعني بقالهم 6 شهور بيجوا. بقالكم قد ايه بتيجوا؟ 6 شهور يا صح، 6 شهور 7 شهور اهو. بس في كان في شهرين اجازه في النص، ماليش دعوه. فعرف تحس ان هم ايه كروك قوي يعني. انا كنت باجي في شهرين الاجازه. طيب فالمفروض لو عملت كل الحاجات دي خلاص البي جي بي يشتغل. ولو حد سالك على اي حاجه ليها علاقه بالبي جي بي انت من الصفحه دي تجاوبه هتلاقيها اتحلت. يعني قال لك ايه كذا في النيبر، تقول له تك 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 خلصت. كذا في الابديت تك 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 تك، مفيش حاجه تتقال في البي جي بي غير كده، ولا حتى كلام ادفانسد. بقول لك اللي في الادفانسد انك انت ايه يعني فيتشرز اعلى، طرق بس مختلفه، بس البي جي بي كان يشتغل كده. اللي في الادفانسد يعني الادفانسد راوتنج كلها سيناريوهات، يعني مش شرح زياده. يعني سيناريوهات كيسز حيرت العالم وقالوا نشوف لها حل وبقت حلول محفوظه، فبيدرسوها في كورس بحيث وانت لسه لما تقع في مشكله تفكر انت تبقى دارس الكورس، تقع في المشكله تنفذ على طول. اخر حاجه ممكن تتسال فيها بقى في البي جي بي الاتريبيوتس. يعني غير دول ممكن اللي يسالك في ايه؟ في حاجه اسمها الاتريبيوتس. اذا فلنذهب سويا يا جماعه الى الاتريبيوتس. قصه الاتريبيوتس
في الحقيقه الاتريبيوتس تاني زي ما بقول لك هي عباره عن وصف للابديت، وصف لاسم الشبكه والمتريك، وبعض تلك الاوصاف ممكن نستخدمها في اختيار البيست باس. وعلي مش كل هي كل الاتريبيوتس بتتزاع عشان بتوصف الابديت، بس مش كلها اللي قدامك هيستخدمها. الله عليك، مش يعني ممكن تبقى بقى 13 اتريبيوت يطلع في الاخر هم اربعه منهم اللي خد بناء عليه قرار اختيار البيست باس، صح كده؟ طيب وعلي فن انا تعالى احكي لك، طب امتى هيبقى فيه قرار لاختيار البيست باس بي جي بي؟ بيست باس بي جي بي بيختار البيست باس بناء على ايه؟ اسالك قبليها الاوز بي اف بيختار البيست باس بناء على ايه؟ ال يعني في الاخر هو كل البروتوكولز على لونجز ماتش، بس لو اوز بي اف بس هياخد قرار بناء على ايه؟ على كوست. طب والريب هوب. طب والاي جي بي على بدرلم على معادله. اما البي جي بي بياخد قرار البيست باس بناء على ولوا امني. نعم شتيمه دي هندسه؟ لا يا جماعه لا. الكلام ده يصحش ما بالظبط كده. احنا قلنا الكرسي ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. طيب ايه الكلام ده بقى؟ في الحقيقه كل حرف من دول هو عباره عن فاكتور ممكن اختار بالنسبه للبي جي بي البيست باس. والاختيار بناء على ايه؟ هنبص للدبليو دي الاول، لو لقينا الدبليو خلاص اديت قرار يبقى هي الدبليو دي اللي هتختار لك البيست باس بالترتيب. اي الله ينور عليك، يعني هندسه ده الترتيب، ان دبليو ده هيطلع فاكتور اتريبيوت من الاتريبيوتس، لو تساوى نبقى نخش للال، لو تساوى بنخش للاو، لو تساوى نخش للاي. وطبعا مهندس شبكات بروفيشنال لازم يكون عارف الترتيب، اوز بي اف وبي جي بي ده الاساس، ده هو ده الكورس اصلا يعني، فلازم تعرف الترتيب. يعني حد يقول لك ايه؟ يقول لك طيب اني افضل ويت ولا لوكال بريفرنس؟ ما تطلع دبليو دي ويت والال دي لوكال بريفرنس، تقول على طول مين؟ ويت. بالظبط كده. فطيب نعرف ايه بقى الويت وايه اللوكال بريفرنس وايه ولوا امني؟ اكتب لك الكرايتيريا بالظبط ايه. اول حاجه بيبص عليها البي جي بي لما بيستقبل كذا طريق، طبعا لو ما عندوش غير طريق واحد الاونلي باث is best path، يعني ما عنديش غير طريق واحد ما خلاص ما فيش اختيارات. لكن يوم ما يبقى عنده كذا طريق، ودايما البي جي بي عنده كذا طريق، يعني دايما اللي بيشتغلوا على البي جي بي يقول لك لازم ما بين اثنين اوتونوم سيستم احط طريقين، جوه الاوتونوم سيستم احط طريقين ثلاثه، لازم هيبقى عنده كذا طريق. فالبي جي بي هيختار بناء على واحد اعلى ويت، يعني لو عنده طريقين هيختار الطريق اللي وزنه اعلى، ويعني وزنه اعلى ما ده الشرح يعني ده لسه هنشرحه. هايست ويت، الديفولت ويت بكام؟ هنكتب له برده الارقام الديفولتات ونشوف نغيرها ازاي. الديفولت ويت بصفر. فراوتر لو عنده طريق بويت قليل وطريق بويت عالي هيختار الويت الاعلى، ولو الطريقين نفس الويت صفر مثلا يخش للخطوه اللي بعديها. ال هايست لوكال بريفرنس. فعلا اللوكال بريفرنس هو من اهم الفاكتورز، او مع انه جاي في رقم اثنين لسبب. هيطلع اللوكال بريفرنس ده، هي اللوكال بريفرنس هيطلع حاجه زي متريك كده، ان اللوكال بريفرنس ده ستاندرد. امال الويت ده ايه؟ الويت ده هيطلع سيسكو. يعني ايه؟ يعني على راوترات سيسكو طريقه الاختيار ولوا امني، جونيبر لوا امني، يعني مفيش الدبليو دي. يعني جونيبر بيبدا الاول يبص على حاجه اسمها اللوكال بريفرنس، ما عندوش حاجه اسمها الويت. واللوكال بريفرنس هيطلع هو عباره عن متريك الاعلى احسن، يعني المره دي الاعلى احسن، والديفولت لوكال بريفرنس بيساوي 100. يعني لو انا ما غيرتش في اللوكال بريفرنس، يعني ما اخترتش طريق عن الثاني بحاجه اسمها الافضليه المحليه، بريفرنس افضليه لوكال محليه، لو انا ما اخترتش حاجه افضل بيها طريق عن الثاني ايه اللي هيحصل؟ هيبقى الاثنين ب 100. لا عشان سيسكو. طيب البريفرنس الاعلى هو الاحسن، مظبوط. الاعلى هو ده ستاندرد المفروض. لا ستاندرد المد بقى هناك كلهم عندهم المد الاقل هو او المتريك، يعني بيسموه المتريك الاقل هو الاحسن، لكن دايما هو ستاندرد لوكال بريفرنس الهايست از بيست. طبعا مريض ايه اللي اذا انت جيت غيرت؟ انت ممكن نفسك تيجي تروح له اعكس في امر اسمه مش عارف ليست مش عارف اتريبيوت ايه از بيست، تبدا انت تعكس تقلبه. طيب ايه كمان؟ او سيلف originated update is preferred over received update. هنوضح حالا. فالاو دي اللي هي ايه؟ originated
سيلف اوريجينيتد ابديت بريفيرد اوفر ريسيفد ابديت ال لوكال بريفرنس دبليو 8 ايه شورتست اي اس باث ليست دي الايه الاو الثانيه ليست اوريجين الاو دي حاجه اسمها اوريجين وضح حالا كل الكلام ده الام مد ليست مد ومد دي اختصار لمالتي اكزيت ديسكريمينيتور ما تدقش في المصطلحات مالتي اكزيت ديسكريمينيتور بص ما تدقش يعني هي في الاخر ايه الراجل اللي اخترعها حب يعني يحط التاتش بتاعته فقال لك ومات انت عارف مات من ايه من الجبن من الجبن ازاي من الجبن واحد راح ماسك داكو جبن وقعد يضربه قال له خد جبن لغايه لما خلص عليه امال ايه طيب المهم ضربه طلقتين جبن وما فيش نعتذر لسامة المتشددين على القلش بس يعني كان لازم نقول انه مات فمالتي اكزيت ديسكريمينيتور ديسكريمينيتور مقصود بيها بالعربي مميز بالاخر يعني ايه ما هيطلع برضو حاجه زي متريك كده يعني يطلع في الاخر متريك الديفولت الزيرو طيب كده الام مش ايه تاني غير الام ان اي بي جي بي نيبر از بريفيرد اوفر اي بي جي بي نيبر يعني لو راوتر عنده طريق من اي بي جي بي نيبر وطريق من اي بي جي بي نيبر ايه احسن ليه احسن ما في الاخر بي جي بي ده بيجيب لك شبكات من بره فانا اخد الحاجه من بره واطلع على بره ولا اخد الحاجه من بره عن طريق واحد من جوه يعني انا عندي جار اي وجار اي الاي ده هيخرجني ويوصلني على طول اما الاي ده لسه جوه هلف شويه وبعدين يخرجني فالاي بي جي بي احسن من الاي واخر حاجه بيوصلها البي جي بي لان البي جي بي للاسف باي ديفولت ما بيعملش لود شيرنج كل البروتوكولز اللي خدناها بتعمل لود شيرنج باربعه باثز ماكسيمم 16 اما البي جي بي بيحاول يوصل دايما انه يختار اونلي وان بيست باث الا اذا انت قلت الا اذا انت قلت ايه قول له لا خلي ان في لود شيرنج على اربع طرق لود شيرنج على 16 طريق يعني هو ممكن يعمل لود شيرنج بس مش باي ديفولت الديفولت اونلي وان باث عارف لدرجه ايه بقى الاي دي يعني الان نيبر الاي دي ان الراوتر هيفضل الطريق اللي من خلال ليست نيبر راوتر اي دي هو البي جي بي ليه راوتر اي دي هو كل راوتر شغال بي جي بي بيطلع له راوتر اي دي والراوتر اي دي ده زي بالظبط ما بيطلع في الاو اس بي اف حد فاكر الراوتر اي دي في الاو اس بي اف كان بيطلع ازاي لا مش الدي ار الراوتر اي دي قبل اللوباك فينك يا اسلام كان زمانه قالها مانيوالي تكتبه بايديك في البي جي بي تخش جوه البي جي بي وتقول له راوتر اي دي ايوه ما كتبش مانيوال يبقى لوباك طب لو ما فيش لوباك اكتف فيزيكال المهم في الاخر البي جي بي بيطلع راوتر اي دي بس المره دي بقى اللي بيكسب اللي ليه اقل اي دي يعني ايه يعني لو راوتر عنده سكتين سكه من جار بنيبر براوتر اي دي وسكه من جار براوتر اي دي تاني الراوتر اي دي الاقل هو اللي هيكسب يعني لو حد فيك بس جرب اللاب اللي احنا عملناه هو اللي كسب كان 1 100 100 بس مش الحقيقي هو كده ليك 2-0 طيب فالمهم لو فعلا انت سبت كل حاجه للديفولت وجيت تبص على اي لاب بي جي بي وراوتر كان عنده سكتين هتلاقي دايما الراوتر بيفضل اني سكه سكه الانترفيس اللي توصله للجار اللي ليه اقل نيبر اي دي ده لو سبته باي ديفولت اختار اونلي وان باث اما بقى لو عايز تعمل لود شيرنج فلازم تكتب امر زي الامر اللي احنا كنا خدنا امر اسمه ماكسيمم باثز كنت عايزهم يقولوا لا كان بص كنت نفسي اسمع بس كلمه لا دي لا يبقى حاولوا يا جماعه تراجعوا الكورس بقى من اول جديد طيب قصه الاتريبيوتس بقى يعني لو حد عايز ياخد صوره تفضل خد صوره دي بحيث هنعمل ايه صبورتين صبوره فيها ثلاثه اتريبيوتس وراها صبوره فيها ثلاثه اتريبيوتس وراها صبوره فيها نهايه الاتريبيوتس ليه الاتريبيوتس عارف متريك بنشرح متريك يعني كل اللي انا قلت ان هي محاضره مش معناها ان هي فعلا حاجه صعبه يعني لا هي محاضره بس عشان خاطر ايه تبقى موضوع مقفل كده لوحده لكن هي متريك خالص والله جميل ده البيش بي ده جميل تحس الاختراع بيش بي ده يا اخي يستاهل جايزه ليه يستاهل جايزه ايه الدماغ الجامده دي والله دماغه حلو قوي يعني دماغ جميله جدا يعني دماغ تقريبا مهندس الوقت صح هنشرح الاتريبيوتس اهو يعني تمام التمام هنمسك اول واهم ثلاثه اتريبيوتس
واحد. اول اتريبيوت في الاتريبيوتس مش هبداهم بالترتيبه دي، انا هبداهم بترتيبه الاهميه، يعني ايه اللي هو الاشهر واللي اخترعوه في الاول. ممكن نشرح كده شويه؟ ماشي. نيجي كده من ما يجيش هنا خالص، يعني من اول ايه كده هنا ولا هنا؟ طب نمسح دي. طيب لا خلاص كده، بس على فكره في حد سال على اسماء، دول صحاب السن. ايه ده؟ واللي حكايه اسماء والقط، دول صحاب السن كله كده. طيب المهم، اول اتريبيوت من الاتريبيوتس اوتونومس سيستم باث ليست. انا نبدا بالاتريبيوت ده. طب ايه هو الاوتونومس سيستم باث ليست؟ نرسم رسمه كده معبره عن اوتونومس سيستم. اللي انت بتحبوه اللي هو راوتر ايه؟ لو عنده شبكه 11 لو بتفتكر سلاش 24، لو كان ليه لوباك 111. طيب وطلع على مين؟ طلع على اثنين اوتونومس سيستم المره دي. طلع على اوتونومس سيستم تاني. احنا كنا لسه هنزود اوتونومس سيستمز، لو حد يسيب مساحه بس نزود على 3 4 اوتونومس سيستمز كمان. هيعدي على راوتر بي وبعدين راوتر سي وبعدين راوتر دي وبعدين نطلع من راوتر دي على راوتر اي وبعدين من راوتر اي على راوتر اف وبعدين من راوتر اف على راوتر جي ومن راوتر جي على راوتر اتش ومن راوتر اتش على راوتر اي وهكذا. ارقام الاوتونومس سيستمز ايه؟ خلاص كده نرسم يا باشا. اوتونومس سيستم واحد، اوتونومس سيستم اثنان، اوتونومس سيستم ثلاثه، اوتونومس سيستم اربعه، اوتونومس سيستم خمسه، اوتونومس سيستم سته، اوتونومس سيستم سبعه. وراوتر اف ده عنده اثنين سيريال، سيريال زيرو وسيريال واحد. عايزين نشوف يا ترى راوتر اف ده هيختار يمشي من سيريال زيرو ولا من سيريال واحد عشان يوصل الشبكه دي، لو كان كل حاجه فوق اتعدلت ووصلنا للاي اس باث ليست. يعني نشوف موضوع الاي اس باث ليست امتى ممكن يكون مؤثر. تعريف الاي اس باث ليست، ادي راوتر ايه هيبدا يبعت ابديت عن شبكه 11. ابديت بيقول للراوترات اللي جنبه تعالوا انا اوديكوا لشبكه 11/24 ويوصفها. بيتم توصيف الشبكه دي في حاجه اسمها الاتريبيوتس. اول اتريبيوت اهو بنتكلم عليه بيوصفها في ايه؟ حاجه اسمها اوتونومس سيستم باث ليست. يعني اول اتريبيوت هي عباره عن لسته. الليسته دي بقى، الليسته دي كل اي بي جي بي راوتر بي بريبند، يعني كلمة بي بريبند يضيف يزود يلحق. كل راوتر اي بي جي بي بيلحق رقم الاوتونومس سيستم بتاعه وهو بيذيع الابديت اللي بعده. يعني عارف راوتر ايه بيقول البي؟ بيقول لهم لو جيتهولي هوديكوا الشبكه 11 اللي ماسكها 24 بس هتعدوا على اوتونومس سيستم واحد. ايه ده؟ اضاف الاوتونومس سيستم باث ليست. باث ليست يعني مسار الاوتونومس سيستم، اضاف فيها الاوتونومس سيستم بتاعه. طبعا نفس الكلام بيحصل منين؟ نفس الكلام بيحصل لما بيحكي من ايه الاي، يعني بيقول له ايه؟
بيقول له اي. لو عايز توصل للشبكه 11 تعالى وانا اوديك، بس هتعدي على اوتونوموس سيستم واحد. طيب تعالى نشوف مع بعض مثلا اي هيعمل ايه. اي لما يبدا يحكي الابديت دي للي بعده اللي هو اتش، لو عايز توصل لشبكه 11 سلاش 24 هتعدي الاول على اوتونوموس سيستم 7. يعني بيعمل ايه اي؟ اي اللي هو اي بي جي بي بيضيف بيلحق الاوتونوموس سيستم النمبر بتاعه وهو بيبعت الابديت، بيروح هتعدي على 7 يليه واحد. يعني بيفهموا ايه؟ بيقول له الهوب اللي جايه اوتونوموس سيستم 7، الهوب اللي بعديها اوتونوموس سيستم 1. طب معلش تاني، يعني اتش هيقول ال جي، لو عايز توصل لشبكه 11 تعالى وانا اوديك، بس هيقول له ايه؟ 6 هتعدي على 6، واللي قبله 7، واللي قبلي 1. يعني هتعدي على 6 7 1، بيقول له في الاخر الباث المسار عدد الاوتونوموس سيستمز اللي بتعدي عليها الابديتس. يعني راوتر اف اللي هو اللي احنا كنا عايزين نوصل له، انا طولتها بس عشان خاطر ايه يوضح الارقام قوي. ان راوتر اف شبكه 11 سلاش 24 هيبقى سامع انه يعرف يوصلها ازاي، انه هيعدي على اوتونوموس سيستم 5 6 7 1. يعني عارف انه هيعدي على 4 اوتونوموس سيستمز على ما يوصلها، ده لو من اي طريق، من طريق اس 1. طب تعالى بقى نمسك الابديت اللي فوق تاني الشرح. ايه راح بعت الابديت لبي وقال له تعالى وانا اوديك بس هتعدي على اوتونوموس سيستم 1. طيب بص بقى بي هيعمل ايه. بي لو هيذيع الابديت دي لاي بي جي بي، ما حطناش هنا خالص اي بي جي بي في السكه اللي تحت، وقلنا بقى فوق يعني ندي فكره اخرى، ان بي عشان يذيع للدي سي ودول اي بي جي بي هيقول له تعالى وانا اوديك لشبكه 11 على 24، بس هيقولها له ازاي؟ في الاوتونوموس سيستم باث ليست بيقول له 1. طب مش هيضيف 2؟ لا، اللي بيضيف اللي بيعمل اضافه اللي بس اي بي جي بي اللي هيخرج الابديت دي من الاوتونوموس سيستم. يعني طول ما الابديت دي انترنال جوه الاوتونوموس سيستم ما بيضيفش، مش من حقه ان هو يضيف، يعني مش من حقه ان هو يكتب رقم الاوتونوموس سيستم الشخصي بتاعه الا اللي بعده. يعني تاني ايه؟ قال له تعالى وانا اوديك بواحد. بي هيقول لسي تعالى لنا واحنا نوديك ب1، سي هيقول لدي تعالى لنا واحنا برضه نوديك ب1. ما بيضيفش حاجه طول ما هو اي بي جي بي. امال مين بقى اللي هيضيف؟ دي دي وهو مخرج الابديت هيقول له لو رحت لشبكه 11 على 24 هتعدي الاول على اوتونوموس سيستم 2 ثم 1. طب وايه؟ وايه هيقول لاف اللي احنا عايزين نوصل له؟ لو عايز توصل لشبكه 11 على 24 هتعدي على 3 و2 ثم 1. اف بقى يشوف ايه كده؟ اف هيبقى عنده في البي جي بي تيبل حاجتين، مسارين. صح، المسار الاولاني مسار منين؟ مسار من اوتونوموس سيستم باث ليست، يعني ليست من الاوتونوموس سيستمز. كام اوتونوموس سيستم؟ 3 2 1 اللي هم كام اوتونوموس سيستم؟ 1 2 3. وعنده طريق تاني 5 6 7 1 اللي هو ده من اس 0 وده من اس 1. الراوتر بقى هيختار انهي طريق؟ القاعده بتقول لو كان تساوي اللي فوق، يعني في حاجات لسه فوق هنحكيها، لو كان تساوي اللي فوق يعني نفس الويت نفس اللوكال بريفرنس، هيبقى يبص ساعتها لحاجه اسمها الشورتست ليست. يعني ايه شورتست ليست؟ الليست الاقصر. يعني هو بيعتبر ان ارقام الاوتونوموس سيستمز دي عباره عن ليست، الليست الاقصر معناها اوتونوموس سيستمز اقل حد عليها، فبيبدا ان هو يختار لو تساوي لو تساوي لفوق. لو فوق اختار ان يعني في ويت في لوكال بريفرنس، لا خلاص لو تساوي لفوق هيبدا يوصل لمرحله ان مين البيست باث، هو ده البيست باث اللي هو مين؟ shortest AS path list is preferred. ف shortest AS عشان كده كده انا حتى shortest مش least، shortest يعني الاقصر، shortest AS path يعني هتلاقي كله ايه؟ highest least الا دي shortest. shortest AS path list الليست الاقصر is preferred بس في حاله تساوي ما قبله، اللي هي ايه ما قبله؟ في حاله تساوي الثلاثة كرايتيريا اللي لسه ما حكيناش عليهم. هو اللي مضيعنا الفيديو كله، معتمد ان في فيديو هنشوف اللي حصل. ما لو في فيديو ما كنتش جبته قول لهم يا هندسه، ما هو مش هنزلوا شكلهم الفيديو، الفيديو ده مش هينزل. طيب ما نزلش اصلا فيديوهات من السيشن، ما هو خلاص زهق، هو نفسه زهق. فرصتك هيسمك بقى، فرصتك انا وانت ونعدي. طيب عايز اقول لك برضو معلومه ثانيه عن موضوع الاي اس باث ليست. ليه؟ ليها فايده اولى اللي احنا حكيناها ان هي بتختار لك البيست باث، وليها فايده ثانيه ان الاي اس باث ليست
is used to prevent loops between autonomous systems. بص احنا هناخد اتنين طرق لموقف اللوب في البي جي بي. طريقه اخدناها اوريدي ودي طريقه ثانيه. طريقه كانت لو احنا جوه الاوتونومس سيستم ازاي نقدر نوقف اللوب، كانت اسمها بي جي بي سبليت هورايزون. ما بين الاوتونومس سيستمز ازاي نوقف اللوبس؟ بص بقى اللي بيحصل ايه. الراوتر ده ماله؟ الراوتر ده زعل ابديت وكان فيها واحد بقت 7-1 6-7-1 5-6-7-1. لو كانت لفت 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 ورجعت تاني لصاحبها، لو كانت لفت مره تانية الابديت لفت لفت ورجعت مره تانية لصاحبها، كان هلاقي ايه؟ لسه طويله. فيها ايه لسه طويله دي؟ انك حد عدى على طول السيستم 2 بعدين 3 بعدين 4 بعدين 5 بعدين 6 بعدين 7 وهلاقي فيه الاخر ايه؟ واحد. يعني بص احسبها كده، لو لفت الابديت كده هلاقي ايه اللي في الليسته؟ 2 3 4 5 6 7 1. الراوتر بقى بيعمل ايه؟ الراوتر اللي بيستقبل ابديت ويلاقي رقم الاوتونومس سيستم بتاعه فيها بيعرف ان هي عدت عليه قبل كده. اصل كان ممكن يطلع فيه في توصيلات كده مثلا، كده مثلا ما بين ده وده. فمنين الراوتر يعرف ان اللي اتزاعت دي ما لفتش ورجعت له تاني؟ ما لو لفت ورجعت له تاني هيبان رقم الاوتونومس سيستم بتاعه فيها. بمعنى الاوتونومس سيستم باث ليست ليها فايده في اختيار البيست باث، وليها فايده تو بريفنت لوبس بتوين اوتونومس سيستمز. ازاي بقى؟ راوتر ذات ويل فايند its autonomous system in the AS path list. الراوتر اللي هيلاقي الاوتونومس سيستم نمبر بتاعه في وسط الليسته ابديت جت له وفيها رقمه في وسط الليسته ويل ريجكت ذات ابديت. يعني الراوتر اللي هو اسمه ايه، لو لفت ابديت ورجعت له ولقى رقم موجود فيها وش كده هيروح عامل لها ريجكشن، هيروح منحها. ليه؟ يقول لك دي هتسبب اللوب، دي كانت بتاعتي. يعني شبكه 11 دي ده مش سكه تانية. يعني مش مثلا دي سكه اي 0 دي سكه وسيريال 0 دي سكه، لا ده هي نفس سكتي لفت ورجعت لي تاني. وطبعا حاجه زي كده اكيد بتحصل ما بين اوتونومس سيستمز. ليه؟ ما اكيد الاوتونومس سيستمز مربوطه ببعض باشكال متشابكه، صعب ان حد يعرف يحكمها. كل واحد عايز يوصل باوتونومس سيستم تاني بكذا طريق وبكذا خط بحري وبكذا كابل فايبر، فممكن تلاقي في ابديت تلف وترجع. المهم اللي هتلف وترجع مكتوب عليها كده انها عدت على الاوتونومس سيستم ده قبل كده في الاوتونومس سيستم باس ليست. فبيعمل الراوتر بيعمل لها ريجكشن، بيريجكت. فتاني عندنا كام لوب بريفنشن ميكانيزم في البي جي بي؟ 2. ده سؤال مشهور في الانترفيوز، ايه هما التو كومن لوب بريفنشن ميكانيزم؟ 2 جوه الاوتونومس سيستم، البي جي بي سبليت هورايزون الابديت اللي تجيلي من اي بي جي بي ما بعتهاش لاي بي جي بي. ما بين اوتونومس سيستمز الاي اس باث ليست، ان الاوتونومس سيستم باث ليست بتساعدنا. قول يا باشا. بي جي بي لا بيعمل دروب للابديت، لا يقفل الباث. ليه؟ ما في شبكات تانية ممكن تكون جايه له من ده، ليه يقفل الباث؟ بي جي بي هاز تو لوب بريفنشن ميكانيزمز، اي اس باث ليست و بي جي بي سبليت هورايزون. مظبوط يا بهنس. ولا او روت ريفلكتور او كونفدريشن او ام بي بي جي بي. ان شاء الله باذن الله. في واحد كان قايل لك بص لما اموت يبقى احط الفلاشه دي بقى عشان ابقى تاني يا راجل يا عيني. طب انا هسال سؤال، انا هسال سؤال، هو هيموت وياخد الكورس ما حجزوش ليه؟ انا اللي هموت واتشل، ما ده اللي نفسي اعرفه. السنه اللي فاتت اول ما قلت يا جماعه الكورس اتلغى ناس قالت انا كنت المره الجايه جاي احجز، بقى لي شهر بعلن ما حجزتش ليه دلوقتي جاي تحجز بعد ما لغيته؟ ده غريب جدا. مش كده انا عملتها، يعني عملتها السنه اللي فاتت على عمد، لغيته يا جماعه يعني بلغي مش بهدد مش بهوش. السنه دي برضه ناس زعلانه مني وناس بعتت يا باشا طب ما هو مش كنت تقول لا انا خلاص بقى بصراحه انا ببقى عايز الغيه بصراحه بعمله عشان الغيه. انت فاكرني عايز اعمله بجد؟ تمام كده انا حركه كده بس عشان اللي انا بعمل كورس الادفانس، لكن كده كده لا ما فيها الصحه اعمل الادفانس ده. الادفانس ده اللي يحضره بيحسني ان انا مشلول شلل رباعي، يعني عارف ايه تخيل ادفانس يعني يا اخي قول يا اخي اعترف اي حاجه. ده بيبقى كورس صعب يعني. طبعا انا كنت سويتشنج بقى ان شاء الله باذن الله. ايه هندسه؟ ايه ده؟ جميل طبعا. برضه مش هديه.
ان انا ببقى واصل اطلعها في نفس الوقت والغي. طيب المهم يا ترى ممكن نستعين بقى بالاوتونوموس سيستم باس ليست دي ان انا اخلي مثلا اف مثلا اف ما يستخدمش الطريق بتاعي انا كاي، يعني هل يقدر ايه يتحكم في ان اف ما يعديش من عنده؟ اصل دلوقتي اف اختار اني سكه السريال زيرو صح. طب افرض بقى ايه بيقول لك لا انا مش عايز اف ده يعدي من عندي، مش معنى مثلا يطلع ايه ده اوتونوموس سيستم في دوله ووصل على دوله جنبه بس دي دوله معاديه وانا مش عايز الداتا بتاعته تعدي من عليا، يعني مش عايزه يختار ان انا كبست باث يعدي من عندي الداتا بتاعته. المهم ازاي ممكن اكره اوتونوموس سيستم في الطريق بتاعي؟ دي ليها طريقه. عارف ممكن ايه يعمل ايه؟ ممكن ايه يعمل فيتشر كده اسمها اي اس باث بريبند. يعني ايه اس باث بريبند؟ ان هو يعمل اضافات الله عليك هندسه، ان انا ممكن اقعد اكتب له كده ارقام مش موجوده اساسا. ازاي يعني؟ يعني في طريقه كده بروت ماب. فكرك الروت ماب بتتكتب ازاي؟ خش على كونفج واقول له كده روت ماب واكتب ايا كان اسمها اي اكس بيرميت. وبعدين وانا جوه الكونفج داش روت داش ماب ممكن اعمل ماتش على شبكات معينه. حد فاكر ازاي اعمل ماتش على شبكه معينه بروت ماب؟ ماتش اي بي ادرس 64 مالكش حجه اللي هي رقم اكسس ليست. احط فيها ايه الشبكات اللي انا مش عايز فلان ده مثلا يوصل لها. طب حد عارف لو ما كتبتش ماتش هيحصل ايه؟ هيماتش على كله. هيماتش على كل، يعني ممكن ما كنت مختار شبكه معينه اختار كل شبكاتي. بص بقى الحركه اللي جايه دي، بص الحركه اللي جايه دي وراح قايله كده ست اي اس بريبند. اي ست دي بتعمل موديفيكيشن. اقول له ست اس بريبند، بص راح كاتبها ازاي. ده اوتونوم سيستم كام؟ 3. راح قايله كده 3 3 3 3. ايه اللي انا كتبته ده؟ انا كتبته بس كذا واحد عشان خاطر بس ايه عرفت اتحمست مش اكتر، يعني ان انا كتبتهم كذا مره. هو كان ممكن يكتبها مرتين ولا حاجه. بص ايه اللي بيتكتب ده؟ اللي بيتكتب ده بيتضاف على الاي اس باس ليست الاساسيه. هي الاي اس باس ليست الاساسيه كانت فيها كام؟ 1 2 3. اللي انت بتكتبه في الامر ده بيتضاف على الاساسي، يعني معلش يعني هيبقى المفروض الابديت بعد التعديل بدل ما هي دي هتبقى الابديت اللي رايحه من اي لاف. يا سبعه الله عليك يا هندسه. فيها ايه؟ فيها بص 3 3 3 3. ده اللي انت ضفته غير العادي. العادي اللي هي 3 الاساسيه، يعني 3 الاساسيه بره اللعبه دي، يعني 3 الاساسيه كده كده بتطلع باي ديفولت. 3 الاساسيه 2 1. وطبعا مش لازم تحط 3 3 3، ممكن تحط اي ارقام يعني برايفت اوتونوموس سيستم نمبرز. 65000 65000 65000 65000. طبعا انا بص زودتها شويه عشان بس يعني اوري لك الارقام بتبقى ممكن عامله ازاي. فالابديت اللي رايحه من اي لاف لو كلامنا الكلام ده على اي الابديت كده هتروح من اي لاف هتبقى بص فيها كام؟ اي اس نمبر نمبر 2 3 4 5 6 7. فالراوتر ده طب نقول الاجابه الاول. طيب ف انا عارف انت هتكتب بس هم مش عارفين. ما هي المشكله بقى ان هم مش عارفين. اه جينا للحته دي. بس بص راجل طلع شعور وارجوك اوعى لا عشان خاطر اهدى اهدى. انا عارف انك شايل في قلبك كتير. معلش انا حقك عليا انا قلت له لسه هجاوب اهو خلاص. معلش يا باشمهندس راجل يعني خرج عن شعره خالص. لا ارجوك لا ارجوك لا استنى لا انت كنت هتقوم تعمل ايه؟ تروح؟ لا اوعى تروح. خلاص طيب حالا هندسه هكون معاك. فراوتر من سيريال 0 سامع دي ومن سيريال 1 سامع دي اللي هي كام؟ 5 6 7 1. كده هيختار اي طريق؟ كده هيختار الطريق اللي تحت. فازاي انت ممكن تكره واحد في الطريق بتاعك؟ عن طريق انك انت ممكن تعمل اي اس باس بريبن. وده سؤال من الاسئله الشهيره جدا في اسئله النوك انتربرايز. يقول لك ازاي تستخدم الاوتونوموس سيستم باث في انك انت تخلي طريق غير مرغوب فيه؟ حصل سالته؟ لا ما هو ده اللي بيسال عندنا كتير. اه بيسال كتير. اه ايوه تمام. اه اهو كتابه بالعربي؟ لا اه زي بالانجليزي. طب النوت عشان خاطر اسماء يا جماعه ازاي تخلي طريق مش بالعربي؟ ما هو اصل انا قلتها بالعربي فمش عارفها بالانجليزي. الترجمه حتى واحده معاك كده. طيب بصوا ازاي هاو تخلي تو ميك ازاي تخلي طريق غير مرغوب فيه
How to make your box unwanted? Undesired by others using autonomous system path list. ده كان فعلا سؤال وجيه. الإجابة use AS path prepend. تقدر تمسحها. لازم نسيبها شويه عشان تصار جنبها. فيوز اي اس فاست ريبن. زنقتني زنقه صعبه. انا كنت بقولها بالعربي وعمري ما ترجمتها بالانجليزي. اعرفها بالفرنساوي. انا اعرفها بالفرنساوي لكن بالانجليزي دي ماشيه حلو. تصدقوا ان انا عمري ما قلتها بالانجليزي. يعني هو بيتسال اصلا بالعربي؟ لا بيتسال بالعربي. بيقول لك لا بيسال بالعربي. عشان كده كنت عايزك تقول بالعربي. في تي داتا ونور بيسالوه بالعربي. فرنش ما بيسالوش خالص. دي احلى حاجه. بيسالوا فرنساوي. بصوا احنا ممكن ناخده على جوجل ترانسليت ونترجمه لكل اللغات. صيني اللي انت عايزه. عبري. مش الاجابه الصح يا جماعه. الاجابه الصح انك تقول له هنستخدم اي اس بريبند. هو بيبقى نفسه الانترفيو يعرف اذا كنت انت عارف ان في حاجه زي كده ولا لا. اي اس بريبند. في انك انت بقى تيجي على اف تلعب بالويت. انت برنس. بص برنس ليه الراجل ده هيخليني اقول جملتي الشهيره عن البي جي بي. كل حاجه في الراوتنج بالخناق الا البي جي بي بالاتفاق. بمعنى ايه؟ لا انا عارف بس يعني جت في اللحظه دي حلو قوي. ان لو انا وحشت الطريق بتاعي بالاي اس باث وجه الراجل ده مصر يمشي من الطريق ده ولعب في الويت. الويت اولى من الاي اس باث. بمعنى لو هو لعب في الويت هيختار برضو الطريق اللي هو عايزه. بمعنى هي المفروض بالاتفاق. لو سمحت انت مش هتيجي من عندي يقول لي خلاص كرهني في طريقك. قول له حاضر اكرهك في طريقي. وتروح عامل له اي اس باث بريبنت. ما بالظبط مش هيوصل لها اصلا. ان هيبقى الويت عنده هو اللي اختار السكه اللي فوق. حتى عشان كده اصلا سيسكو عملت الويت. يعني سيسكو لعبت بالويت دي عشان خاطر هيطلع الويت ده حاجه كونفيجر دماني على الراوتر نفسه شخصيا انه يقدر يلغي كل اللي عمله له الناس اللي ضده. يعني حد ضدك اشتري سيسكو تقدر ان انت تقفل عليه بالظبط. تلغي اللي هو عمله. تلغي اللي هم عملوه. طب فده كان اول اتريبيوت. فلو حد عايز ياخد صوره ليه تفضل. لا احنا خلاص خلصنا الحته دي. خلصناها. لا خلصناها والله. خلاص اتلخبط. لا خلاص انا قصدي كنت عايز اخلص الحته دي. عملت لي اسماعيل ياسين يبوس واحد فيهم وبتاع. بهزر معاك والله. الله ايه يا باشا قول لي انت قصدك ايه بالكلام ده؟ انا معاك النهارده. معاك. طب ما تسالني كده على المشي فات لما ينقلوا. هنخلص 5:30 ان شاء الله. مش لسه 4:30؟ لا الباقي سهل. الباقي سهل جدا. صدقني الباقي سهل جدا. لما ياخدش اصلا الباقي كله تلت ساعه مثلا. زحلف. هي فاكر حاجات ايام زمان دي؟ قول لي هندسه هيستفادوا من السؤال؟ قول لي. لا هو صعب قوي كده؟ طيب لا يبقى شكله صعب. طب حد عايز دي؟ مفيش. عشان ناخد بس الاتريبيوت التاني. الاتريبيوت الثاني اتريبيوت مش داخل في اختيار البيست باث بس داخل في التوصيف. احنا اتفقنا الاتريبيوت هو عباره عن وصف للابديت. وصف للشبكه والماسك بتاعها. مش داخل في مش حاجه من وسط الولوة ومنين اللي هو التاسع بقى هندسه. تقول لي فين التاسع؟ ده التاسع اللي هو نيكست هوب اتريبيوت. النيكست هوب يعتبر وصف من التوصيفات لاسم الشبكه وماسكها ولكنه ليس داخل في اختيارات البيست باث. يعني مش هتلاقي في وسط الاختيارات الليست نيكست هوب الهايست نيكست هوب. امال ايه؟ ابسطها لك. نفس الرسمه بتاعت المره اللي فاتت اخر المحاضره خالص. شبكه 11 على 24 وده كان 1111. وبعدين طالعين على راوتر بي 2222 وراوتر سي 3333 وراوتر دي 4444 وراوتر اف اي 5555 ونقفل على كده. وبعدين طالعين على اوتونوموس سيستم في راوتر اف 6666
ده autonomous system 1 ده autonomous system 2 ده autonomous system 3 فدي رسمه شبه كده رسمه اللي خدناها اخر سيشن وبصراحه هي رسمه شبه كل سيشن اللي بناخدها احنا بناخد غيرها يعني مفيش غيرها في الكورس اهو هتعمل ايه وبعدين في الانترفيو ما بتلاقيش غيرها برضو يعني تلاقي في الانترفيو يقعد يسالك برضو على نفس الرسمه دي اسمها رسمه الفراشه فمفيش غيرها لو كذا اوتونوم سيستم وبتاع لما جه حد الرسمه اه قوي قوي هو طيب في النكست هوب اتريبيوت ابسطها لك لو الراوتر ده ايه زعق لبي ابديت بيقول له تعالى ده ابديت تعالى وانا اوديك لشبكه 11 سلاش 24 هيقول له طبعا اوتونوم سيستم باث يعني هتقول له اوتونوم سيستم باث 1 العادي احد الاتريبيوتس اللي بتتذاع مع الاوتونوم سيستم باث اتريبيوت اسمه نيكست هوب هيقولوا النيكست هوب مين انا طبعا لو شغالين باللوب باكات هيبقى النيكست هوب اللوب باك بتاعه هيقولوا تعالى لي انا 1111 انا اللي وصلك للشبكه دي طيب لو مش عاملين نيكست هوب سيلف خلينا نشتغل على الديفولت عارف بي هيذيع لكل الراوترات اللي بعديه 111 ان الابديت دي 11 000 على 24 من نيكست هوب 1111 على سؤال عملت لي فيه اسمعني يا سيد ماشي هندسه متشكرين حلو سمعتي مش فاهم اه لا كويس طبعا طبعا كويس هندسه انت بتجمل الاشياء الله يبارك لك فنكست هوب 1111 انت حبيبي والله انت عارف بس بصراحه قلت استغل الموقف كده 1111 طيب وبعدين هموت اي حاجه واستغل اي حاجه فيها الف او تهريج يا جماعه عشان افكك كده عرفت افك كده صح صح تبقى زهقان قوي طيب بص المفروض ايه اللي هيحصل بقى ان النكست هوب هيبقى 1111 الا اذا انت جيت عملت ايه جيت على بي قلت له نكست هوب سيلف ساعتها النكست هوب هيبقى مين توتوتو طب احنا مش هنعمل نكست هوب سيلف عايز اوريك بس ايه اللي بيعمله النكست هوب اتريبيوت بالفطره بالسليقه اللي هو بالديفولت ان راوتر ايه بقى هو بيبعت الابديت دي لاف هيبدا يشوف يا نهار ابيض ايه شايف ان 1111 ده بعيد عنه هو شخصيا صح اقول لي اف اللي في اوتونوم سيستم ثالث اقول لي في اف اوتونوم سيستم ثالث ان 1111 هو اللي عنده الشبكه دي ده بعيد قوي يعني عارف تخيلها معايا راوتر زي ده اف بعيد شوف بعيد ازاي يبقى شايف ان نيكست هوب 1111 نيكست هوب 1111 فين ده نيكست هوب ده ولا حتى ده انت يعني موديني فين فالبي جي بي بالفطره بيعمل ايه بقى لما يبقوا راوترين شغالين اي بي جي بي بينفذ امر نيكست هوب سيلف اوتوماتيك يعني ايه يعني لو شغالين اي بي جي بي يعني نيبر ونيبر اي بي جي بي هو لوحده هيروح عامل ايه حاطط النيكست هوب للابديت 5 5 5 5 يعني هيقول له ايه هيقول له تعالى لي انا بقى وانا اوديك قربها له شويه ليه نكتبها بص بص هقول لك اكتبها لي طبعا لازم نكتبها يا هندسه والله الكلام اللي قاله ده صح لا ما خلاص انا خلصتها اللي هو ايه اقول لك الجمله اللي هو قالها بص يا هندسه لا انا كنت خلصت ان النكست هوب النكست هوب اتريبيوت فممكن بالانجليزي بقى النكست هوب اتريبيوت does not change in اي بي جي بي سيشنز باي ديفولت ايه ده لا العكس دي تنزل المحاضره دي تنزل المحاضره اللي فاتت ما كتبتش الكلام ده كله يعني المحاضره اللي فاتت بتاعت بالليل لا كتبت الحاجات دي ولا كتبت الحاجات دي ما كتبتش اي حاجه بالانجليزي كنت بشرح كده بالبق فكده بالعكس ده كويس ايه بالعربي لكن كده ده كويس ان نيكست هوب اتريبيوت داز نوت تشينج ان اي بي جي بي سيشنز باي ديفولت هنا قلت لك شويه بالفطره والسليقه ما حدش علق على السليقه دي بالظبط كده سليقه يعني بالفطره حلو اما اللي قال عليه باشمهندس عادل بيه دوله حبيبي ان الاي بي جي بي بط ولكن النكست هوب اتريبيوت تشينجز ان اي بي جي بي سيشنز يعني يعني لو انا شغال مع حد اي بي جي بي ده ممكن يغير النكست هوب ويحط نفسه اما طول ما احنا شغالين اي بي جي بي ما بيغيرش نكست هوب الا لما انت تقول له عايز بس اتكل على حته مهمه ان الاي بي جي بي والاي بي جي بي هم بروتوكول واحد بعض الناس اللي حضر الكورس بتفتكر ان احنا بنشرح بروتوكولين يقول لي بص انا ما فهمتش البروتوكولين قوي اللي هم مين اي بي جي بي واي بي جي بي هم واحد هم بي جي بي ولكن في بعض الفروقات ايه الفروقات ان مثلا الاي بي جي بي التي تي ال بتاعه بواحد باي ديفولت ان الاي بي جي بي بيغير النكست هوب باي ديفولت
ان الاي بي جي بي بيغير بريبند الاوتونوم سيستم باي ديفولت. يعني بس في فرق ايه ديفولتات، هو في الاخر اي بي جي بي واي بي جي بي هم البي جي بي، بس في واحد منهم انترنالي بيعمل حاجه والتاني اكسترنالي، او مش واحد منهم، هو نفس الشخص، هو انترنالي راكب طياره، فما بين اوتونوم سيستم واوتونوم سيستم راكب طياره، فعارف ايه بيحس بالفخامه ايه ده والادمن ديستنس بالظبط كده، فهو حاسس بنفسه يعني وهو راكب الطياره. اما لما ينزل مطار القاهره بطه بلدي، يعني يبقى شايف التوك توك بقى قدامه، فبيتغير وفي فيتشرز كتيره فيه ما بتحصلش. ايه ده باي ديفولت؟ باي ديفولت. اي لا كله اللي كده، كله اللي اسماء كده. انت هتحسي حسد؟ اوخ حرام عليك، حرام عليك. من اين انت ايه؟ ما هو الناس خلاص بقى على الانترنت، ده الانترنت كله. قال لك صاحبة السنتر، طب ممكن تصور لنا السنتر عشان نعرف فيه كام واحد؟ وصاحبة السنتر اديك ضيعتها. وانا اقول انا بيت كويس ليه النهارده؟ بس النهارده حاسس ان انا ايه تمام قوي. لا انا واحد يا جماعه بالظبط كده. الاتريبيوت ايه ده؟ صاروخ. الاتريبيوت اللي بعديه ثلاثه. ما تقدر الشرح، اشرح قولها تاني بسرعه. طيب بسرعه عادي. طيب معلش بس ده جميل جدا، ما زي ما التانية تشرح في الحته دي بس نص وقت. الاتريبيوت الثالث اسمه اوريجين اتريبيوت. في الاخر الثاني الاتريبيوت هي عباره عن عمليه وصف للابديت، قد يكون بعض المواصفات دي تستخدم لاختيار اقصر طريق وافضل طريق. اختيار البيست باث لا بالظبط، يعني في الاخر مفيش حاجه في وسط الكريتيريا ايه، لو النكست توب اقل يبقى ده احسن، لو النكست توب اعلى يبقى ده اوحش مثلا، مفيش كده، لكن هو توصيف وصف. ايه ده؟ خد شكر دي صح. يبقى دي خمسه، دي خمسه في الكريتيريا بعد الايه سبوت ليست. ايه الاوريجن اتريبيوت ده بقى؟ الاوريجن اتريبيوت اللي هو الشبكه دي دخلت البي جي بي ازاي؟ يعني هاو نتورك ووز انجكتد ان بي جي بي. قصدنا ايه؟ بص هي العادي بتاع اي شبكه في الدنيا انها مش بي جي بي اكيد، يعني اساس اي شبكه في الدنيا ان هي بصوا ايه؟ اساس اي شبكه في الدنيا انها كانت عند راوتر ايه كونكتد ليه، ده راوتر ايه شبكه 11 تمام. وبعدين احنا لسه جوه الاوتونوموس سيستم، يعني لسه مش هنطلع من الاوتونوموس سيستم، يعني لسه مش شغالين بي جي بي. وبعدين راوتر ايه ده زحى الراوتر بي، وزعها له ازاي؟ بالاي اي جي ار بي مثلا، فاصبح الراوتر ده يعرفها بايه؟ بالاي اي جي ار بي. والراوتر ده بقى راح زيحها للراوتر ده برضو بايه؟ ما هو طالما مشغلين اي اي جي ار بي كامل جميلك. ان الراوتر اللي هو مثلا سي ده مش عارفها كونكتد بقى، راوتر سي ده عارفها بالدي، عارف شبكه 11/24، وسي ده هو اللي هنشغله بي جي بي مع مين؟ هنشغله بي جي بي مع سيرفيس بروفايدر، يعني ده سيرفيس بروفايدر، وعايزين نحكي للسيرفيس بروفايدر عن الشبكه اللي اسمها 11، بس احنا مش مشغلين بي جي بي من اول هنا، وده الصح اصلا، يعني احنا عملناه في اللاب هو اللي مش صح، احنا هنشغل بي جي بي كده جوه الستوب اوتونوم سيستم كله، لا بس قلنا عشان كله كان يشتغل، امال الصح البي جي بي فين؟ لازم يشتغل جوه بي جي بي. مين بقى؟ لو دي ترانزيت بس بالظبط كده، لا ده ستوب، يعني عارف دي لان وستوب، وده السيرفيس بروفايدر، يعني ده عميل وده سيرفيس بروفايدر، ده بس بقى اللي شغال المفروض كان بي جي بي، يعني كان بي جي بي يبدا من هنا. فكان المفروض مين اللي يذيع الشبكات اللي عايزين نحكيها؟ سي. طيب ده بقى بنسميه الراوتر ده بنسميه اوريجينيتور. يعني ايه اوريجينيتور؟ ده اللي هيبقى مصدر الشبكه دي. وعشان يحكيها عندنا كام طريقه ممكن نحكي عن شبكه اصلا مش بي جي بي. بي جي بي عندنا طريقتين. الطريقه الاولى فعلا نتورك كوماند. فالنتورك كوماند ده بيسموه ايه؟ ده بيسموه كده اوريجين اصل. في طريقه ثانيه. ايه الطريقه الثانيه؟ تري ديستريبيوت. ديستريبيوت مين؟ هو في الحاله طبعا دي هديستريبيوت الاي اي جي ار بي جوه البي جي بي، اما لو كان ده اللي مشغل بي جي بي كنت هديستريبيوت كونكتد جوه البي جي بي. تري ديستريبيوت مين؟ اري ديستريبيوت الاي جي بي سواء كان كونكتد سواء كان ستاتيك سواء كان اي جي ار بي. خليها اي اي جي ار بي هنا مش محدش يطلع بس ما بين اي جي بي واي بي جي بي، ده هي دي الفيصل، اي جي بي مش اي بي جي بي. ريديستريبيوت الاي جي بي انتو البي جي بي، وده بيسموه برضو اوريجن. يعني ايه اوريجن؟ ان الشبكه ده مصدرها ريديستريبيوشن. مين الافضل؟ الافضل نتورك كوماند اوريجن. نتورك كوماند اوريجن
is preferred over redistribution origin. ايه السبب؟ السبب يا نجم النجوم ان redistribution مشاكله كتيره ومحتاج فلتر معاه ومحتاج كوماندات معاه. ايه ده؟ وبروسيسنج اكتر. بالظبط كده. اما نتورك كوماند استاتيك كده بتكتبها وخلاص. يعني طالما كده كده هتكتب اكتب نتورك كوماند واخلص، وانا اقعد اعمل فري ديستريبيوشن ما بين مش عارف فلان وفلان، ويطلع عشان اعمل ديستريبيوشن دوت لازم اعمل روت ماب عشان افلتر الشبكات، ابقى اخترت الشبكات المعينه اللي على مزاجي. انا جيت بتقول ريديستريبيوت اي اي جي ار بي، ما دي معروفه بالاي اي جي ار بي، ودي بس معروفه بالاي اي جي ار بي، ودي كمان بالاي جي ار بي، وانا عايز ازيع دي بس. فالريديستريبيوشن دايما مش بريفير. فعشان كده بقى لو الراوتر زاع بالنتورك كوماند ونفس الراوتر زاع بالريديستريبيوشن، مين المفضل؟ دي 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 دي. فالراوتر ده مثلا، لو راوتر زي ده مثلا، لو راوتر زاع بالنتورك كوماند وراوتر زاع بالريديستريبيوشن، ايه الطريقه المفضله؟ النتورك كوماند. ازاي؟ مثلا لو فرضنا ان سي في راوتر تاني جنبيه سي داش مثلا، تمام، وصل على نفس الشبكه دي، والاثنين واصلين على السيرفيس بروفايدر، ده زاع الابديت قال له تعالى اوديك ل 11 على 24 وراح قايل له كده، بس دي بالنتورك كوماند. يعني قال له ايه؟ قال له ان الاوريجن نتورك كوماند. اما ده بقى انت اخترت مثلا تعمل عليه ريديستريبيوشن، قلت بدل ما اعمل نتورك كوماند هخلي الراوتر الثاني يزيع شبكه 11/24 بالريديستريبيوشن، يعني الاوريجن بتاعتها ريديستريبيوشن. راوتر دي بقى اللي عنده سيريال 0 وسيريال 1 هيختار انهي مسار؟ اس 0. ليه اس 0؟ الاوريجن لو كان بالنتورك كوماند ما شكله ارحم بكتير من الاوريجن لو كان بالريديستريبيوشن. ايه ده؟ بالظبط كده، بالظبط صح. فكده لو راوتر عنده طريقين، راوتر زي ده طريق سمع عن الشبكه 11 بنتورك كوماند وطريق تاني سمع عن الشبكه 11 بريديستريبيوشن، هيفضل الطريق اللي كان معمول بنتورك كوماند. تمام. ما هو ده اسمه الاوريجن اتريبيوت. يعني لا، كلمه اوريجن معناها هي الاصل، هي اصل الشبكه دي انها اتزعت في البي جي بي ازاي، يعني ازاي دخلت بي جي بي، ازاي بقت في عالم البي جي بي، بالنتورك كوماند ولا بالريديستريبيوشن. فالراوترات بتفضل اللي معروف بالنتورك كوماند، اللي دخل البي جي بي بالنتورك كوماند، عن اللي بالريديستريبيوشن. والثلاثه اتريبيوتس دول في الحقيقه هم اهم ثلاثه. ليه اهم ثلاثه؟ دول مفيش ابديت بتخلو منهم. بمعنى احنا عندنا كام اتريبيوت؟ 13. هتلاقي اقصى ابديت فيها 13 اتريبيوت، بس اقل ابديت فيها 3. يعني عمرك ما هتلاقي فيه ابديت ما فيهاش الاي اس باث ليست، عمرك ما هتلاقي ابديت ما فيهاش النكست هوب اتريبيوت، عمرك ما هتلاقي ابديت ما فيهاش الاوريجن. الحاجات التانية اللي هنحكيها ممكن تبقى مش موجوده في الابديت. مش هقول لك. لا لسه هتيجي سيرتها، لازم تيجي سيرتها، بس كل حاجه بوقتها، لازم تيجي سيرتها. انا عارف ان هي عطى بعديه، بس يعني لسه ليها سيره. يعني اللي فعلا الثلاثه دول بنسميهم ايه؟ الثلاثه دول بقى، بص حرق الفيلم كله، حرق الفيلم صح، حرق الفيلم. وبعدين في مجموعه بالليل حرق لهم كذا فيلم على فكره قبل كده، حصل صح ولا لا هندسه؟ انت بتعمل معاه بالليل اكيد. بس لا 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 لا، انت حرقت لنا الفيلم، الفيلم اللي انا كنت مخرجه ومنتجه انت بوظته لي. حاضر حاضر. لا 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 ارجوكوا. برضو شو اي بي بي جي بي بيطلع لك، يعني شو اي بي بي جي بي ده بيطلع لك البي جي بي تيبل. البي جي بي تيبل فيه ايه؟ نتورك وماسك وكل الاتريبيوتس بما فيهم الاوريجن. طيب المهم كنت عايز اقول لك صحيح ايه؟ كويس اسماء، انك انت فكرتيني، انا كنت عايز اقول حاجه اللي هي ان الثلاثه اتريبيوتس دول اللي هم اللي احنا حكيناهم دول بيسموهم كده ويل نون مانداتوري اتريبيوتس. يعني كلمه مانداتوري ضروريه. بالظبط كده. يعني ضروريه كلمه مانداتوري معناها موجوده في كل ابديت، ان افري ابديت. مستحيل تلاقي ابديت ما فيهاش اي اس باث ليست، ما فيهاش نيكست هوب، ما فيهاش اوريجين، ده لازم. اما بقيه الاتريبيوتس اللي هنحكي عليها مثلا حاجه زي الويت، حاجه زي اللوكال بريفرنس، ممكن تبقى حاجات اوبشنز. بالظبط كده. يعني ايه اوبشنز؟ يعني ممكن تلاقي فيهم حاجات ما تتزعش خالص اصلا. هيطلع مثلا الويت، كان لسه باشمهندس برضه بيحكي معايا ان الويت ما بيتزعش، هيطلع انه بتاع سيسكو ممنوع كان يتزع، ان هو مش ستاندرد مثلا. اللوكال بريفرنس هيطلع ساعات يتزع وساعات لا. بمعنى الاتريبيوتس اللي دايما ثق ان هي هتتزع كل مره الثلاثه. اما 13 مش دايما، ممكن طبعا مره توصل كده ان ابديت فيها 13 اتريبيوت، ممكن. وممكن تلاقي ان ابديت ما فيهاش غير ثلاثه بس، المينيمم ثلاثه. كده الحمد لله خلصنا ثلاثه.
شو اي بي بي جي بي، يعني عايز تشوف الاتريبيوت اللي انت بتبعتها او اللي مبعوتها لك، الشو اللي يطلع لك الاتريبيوت شو اي بي بي جي بي ده بيطلع لك البي جي بي تيبل. هتلاقي ايه بقى؟ نتورك وماسك، ده اللي فيه دوت واكبر منه، هو ده اكبر من دي اللي هي البست، والاي اللي هي هيطلع من الاي انترنال واكسترنال وكده. من اول هيبان لك نترك وماسك، لازم نادي كرسي ده تاني. طيب فرق اسمها أخيرة هنحكي فيها الاتريبيوتس المتبقية. اتريبيوت واتريبيوت. ده بص نفس المحاضره دي مجموعه بالليل، اللي هو يا جماعه ربنا مقسمها 24 قراط وكل واحد اخد قريط بتاعه، واحد قال لي بس انت معاك 25 قراط. كان قاعد هنا والله قال لي كده، قلت له ايه اعمل لي القراط ده، هو كان معايا وبعته. الجدع اللي كان بيقعد على جنبه بيسال كتير لو تفتكروا، بيجي معاك الصبح بس بطل يجي، انتوا بتحبوه قوي. ولع فهم اللي ست 25، يا ساتر يا رب. لو انا هبيع بطاطا في الصيف من فراغ، هبيع بطاطا وترمس. بص هيقف عباس برضو، ابقى بعمل لكم ايفنت لو حبيتوا تيجوا تشتروا بطاطا وترمس. طيب تعالوا نشوف مع بعض ده اوتونومس سيستم 1 وده اوتونومس سيستم 2 وده اوتونومس سيستم 3. طيب احنا ككورس الروت احنا المفروض تركيزنا ان احنا مين؟ تركيزنا ان احنا كاستمر، يعني احنا تركيزنا ان احنا عميل ومشغل بي جي بي مع مين؟ مع سيرفيس بروفايدر. ده الترانزيت اوتونومس سيستم، فاحنا تركيزنا مش مع سيرفيس بروفايدر، ده كورس الادفانسد او كورسات السيرفيس بروفايدر. اما احنا تركيزنا انت لو عميل وعندك شبكتك اللي عملت لها لان كورس سويتشنج وبتعمل لها وان وراوتنج، ده كورس الراوتنج. يا ترى بقى ازاي تقدر تستخدم الاتريبيوتس المختلفه عشان خاطر تسمع عن الابديتس وتختار البيست باث؟ طيب تعال نشوف مثلا العميل ده في شبكه موجوده على الانترنت، شبكه جوجل او غيره، هتبدأ تتزع. الراوتر ده هيزعها ازاي؟ لو ما جماعة ابديت تعالوا اوديكوا لشبكة 22.0.0.0/24، وهيحط مع الابديت دي ثلاثة اتريبيوتس مانداتوري، ما اسمهم ايه؟ سباس ليست، نيكست هوب، و اوريجين. تمام. طبعا لو كتب نتورك كوماند يبقى الاوريجين نتورك، لو كتب العمل ريديستريبيوشن يبقى النتورك الاوريجين ريديستريبيوشن. وصلت لاف. اف عمل ايه؟ اف هياخد الابديت من ناحية ويزحها للجرانو التانيين من ناحيه تانية. اي بي جي بي هيبدا يزيع الابديت. اي بي جي بي فهيبدا يزيع الابديت. اي بي جي بي المهم احنا عايزين نوصل للكاستمر. العميل بقى هيشوف ايه؟ السيرفيس بروفايدر هيبدا ياخد الابديتس دي ويزحها للعميل، هيروح زي العميل ويقول له ابديت تعالى وانا اوديك للشبكه 22/24، تعالى وانا اوديك للشبكه 22/24. والمفروض الراوترين دول بتوع العميل لو مش شغالين بي جي بي مع الراوتر ده، يعني احنا فرضين ان كله شغال بي جي بي عشان نشرح بس، هيروحوا زيين للراوتر بتاع العميل ويقولوا له تعالى لنا واحنا نوديك لشبكه 22/24، تعالى احنا نوديك لشبكه 22/24. والكلام ده هيتحط في راوتر ايه اللي هو اللي يهمنا بقى؟ في الجدول اللي اسمه البي جي بي تيبل. البي جي بي تيبل هيبقى فيه ايه؟ بس طالق. البي جي بي تيبل هيبقى فيه الاتي، ان راوتر ايه عشان يوصل لشبكه 22/24 22/24 من خلال نيكست هوب، افترض ان احنا عاملين نيكست هوب سيلف، نيكست هوب بي، نيكست هوب سي، نيكست هوب بي، ونيكست هوب سي، بحاجه اسمها لوكال بريفرنس اللي هو اللي عايزين نشرحه بقى. لوكال بريفرنس ميل، لوكال بريفرنس ميل. تعالى نتكلم عن اللوكال بريفرنس بقى. ايه هو اللوكال بريفرنس؟ ده مترك، عباره عن مترك. لوكال بريفرنس عباره عن مترك. ف ات از مترك يوزد تو تشوز
the best path عشان نقدر نختار the best path. It's a default value. Is 100. Highest is best. كل ما نزود كل ما يبقى أحسن. طب ليه ما تكلمش عليه من هنا يعني؟ ما أنا عشان كنت عايز نتكلم عليه من وجهة نظر واحد بس يعني نتكلم عليه من وجهة نظر مثلا العميل. يعني هو ممكن يبقى شغال في إف؟ برضه في إف هيبقى شغال برضه صح؟ يعني في اف برضو ممكن ده وهو بيزيع ده يزيع بلوكال بريفرنس وده يزيع لوكال بس مش عايز سيرفيس برايدر ينفع. لا انا كنت عايز اوصل بص يعني هخلي كل الاتريبيوتس الباقيه كلها اشرحها من هنا من عند ناحيه واحده بس فقلت بس اكبر الرسمه شويه بس يبقى وجهه نظرها من هنا بس طبعا ممكن طبعا نيبر كوماند مش هتعمل نيبر كوماند هيبعت ابديت للنيبرز كلها بتاعته جي نيبر مع اف يتبعت له اف نيبر مع سي واي يتبعت هتبعت الابديت لكل النيبر ده مش لود شيرنج دي ابديت مش داتا دي مش داتا اللود شيرنج للداتا احنا لسه هنختار البيست باس وهو هيختار طريق واحد يعني في الاخر بص شايف ده ابديتس الداتا بقى اللي جايه من عندنا احنا ورايحه للانترنت دي الانترنت مثلا هتبقى تختار سكه واحده بس لكن ده ابديتس الابديتس بتمشي على كل الجيران عشان تعرف كذا طريق وتختار منهم واحد بس ده ابديت فاللود شيرنج ده للداتا مش للابديت لوكال جوه الاوتوماتيك سيستم طبعا بس مصرح على الفيلم طيب بص معايا ايه اللي احنا هنعمله ايوه صح مش عارف صحيح ثق فيا ثق فيا فين الثقه طيب احنا عايزين بقى نعمل ايه بقى احنا عايزين بدل ما الراوتر ده ايه يبقى عنده حيره امشي من بي ولا امشي من سي احنا نقول له كده نقول له عايزينك تاخد سكه بي جايز يكون سكه بي دي مالها جايز يكون مثلا السرعه بتاعه الكونكشن دي مثلا سرعه 10 ميجا والكابل ده سرعته بس 2 ميجا يعني انت مشتري خطين مع السيرفيس برايدر واحد 10 ميجا وواحد 2 ميجا وعايز الداتا بتاعتي تخرج منين تخرج من الطريق الاسرع البي جي بي مفهوش في الاتريبيوتس بتاعته الباندويث مفهوش حاجه اسمها انه يعرف الطريق الاسرع وعليه احنا بقى عايزين نقول لايه اختار السكه اللي فوق طيب ازاي نقول لايه اختار السكه اللي فوق بص بقى اللي هنعمله ايه هنيجي على راوتر زي بي وينفع طبعا نعمل الكلام ده من على ايه ثانيه هشكلك شويه فيها هنيجي على راوتر زي راوتر بي ونخش على الكونفيج مود بتاعه ونعمل روت ماب اكس بيرميت وبعدين وانا جوه راوتر بي وانا جوه الروت ماب هروح قايل له كده ماتش واختار شبكه اني شبكه احنا 22 فهقول له ماتش على شبكه 22 يعني هقول له بي ركز على شبكه 22 ايه يا باشا قول لي معلش اني واحد اكس لا اسم روت ماب ما روت ماب اكس اسم من اي حاجه اللي هي كنا في محاضرات سمناها عصمت حلو واسلام هقول له ست لوكال بريفرنس بمعنى واضح ان احنا عشان نعدل الاتريبيوتس ممكن تتعدل كلها منين من روت ماب كده روت ماب في الكورس كان ليها كام استخدام استخدام عشان خاطر الابديتس اللي هي الريديستريبيوشن وعشان خاطر الداتا اللي هي البوليسي بيزد راوتنج والاستخدام الثالث عشان خاطر البي جي بي بمعنى الروت ماب لو انت يعني ركزت شويه في اللي احنا خدناه في روت ماب هتلاقي الماتشز قريبه من بعض قوي الستس اللي بتختلف كان في ست متريك وست متريك طيب لما كنا في ريديستريبيوشن ست انترفيس وست اي بي نيكست هوب لو كانت للبوليسي بيزد راوتنج ست ايه بريبند ست لوكال بريفرنس لو هتشتغل مع البي جي بي بمعنى ان البي جي بي معمول له ستس معينه عشان يستخدم الروت ماب فالروت ماب هي اداه استخدمها فور ابديتس العاديه اي بروتوكول استخدمها فور داتا استخدمها فور بي جي بي يعني هتلاقي لوكال بريفرنس وويت ومد وكل الحاجات دي جوه البي جي بي فست لوكال بريفرنس 200 كده ايه اللي حصل كده انا خليت بي لما يزيع الشبكه دي يبقى يزيعها ب 200 يعني ايه اللي هيحصل بعد ما نفذت الامر ده اللوكال بريفرنس للابديت اللي خارجه من بي تبقى ب 200 طب والسي اللي انا ما جتش جنبه اللوكال بريفرنس 100 ده هيسمع في الراوتر زي كده طب كده راوتر ايه هيبقى شايف ان الطريق من بي بلوكال بريفرنس كام 200 يفضل اي طريق هايست از بيست بمعنى انت لو عايز راوترات اللي جوه الاوتونومس سيستم بتاعك يعني افرض مثلا ما كانوش ايه بس افرض كانوا ايه واكس وواي وزد ناس كتير قوي لو انت عايز كل اللي جوه الاوتونومس سيستم يخرجوا من مخرج معين عشان هو المخرج الاسرع مثلا تعالى عليه هو واعمل له لوكال بريفرنس تروح على المخرج نفسه بالظبط كده وتروح قايل له ايه تقول له قول لهم جوه لوكال قول لهم جوه كل اللوكال كل الناس اللي جوه يفضلوك
ينفع تعمل من ايه طبعا. بس ايه كده اللي هيتاثر؟ انا عايز كل اللي يتاثر. طيب فتاني كده يعني ايه كلمه لوكال بريفرنس؟ افضليه. بريفرنس يعني افضليه. بريفرنس لوكال محليه. محليه اللي هو المقصود بيها ايه؟ ان هو لوكالي جوه الاوتونوموس سيستم بتاعي هجبر كل الناس تستخدم طريقي. يعني انا كبي هخلي كل اللي في الاوتونوموس سيستم دول يستخدموني انا كبي. مين بقى لو في ايه واكس؟ اصل ممكن يطلع ايه واكس وواي وزد وكل. فبقول لهم ايه؟ بقول لهم تعالوا لي انا بي اوصلكم ب 200. طب وسي بيقول لهم تعالوا لي اوصلكم ب 100. كلهم هيفضلوا مين؟ بي. وانا ليه اللي خلاني اجي اعمل الكلام ده على بي؟ عشان بس هو اسرع، او هو ده اللي المدير عايزه، هو ده اللي انا شايفه احسن. فكده ابقى انا اخترت بي از ا بيست باث. قول لي يا باشا. بالظبط كده، بالظبط كده. هو طبعا يفضل ان انا اعملها ايه؟ كل ما اعملها قريب من المخرج كل ما يبقى احسن. يعني كان ممكن لو في انا 50 راوتر، مش لازم كان بي، كان اي راوتر منهم، بس المخرج هو افضل حاجه. يعني ايه؟ اقرب القصه. يعني كل ما اعملها على المخرج كل اللي وراه بيستخدموه، كل ما اخرها واعملها ورا شويه كل ما ورا الراجل ده هم اللي بيستخدموه. لكن انا عايز كنت مين؟ انا كنت عايز كل اللي في الاوتونوم سيستم يخرجوا من بي، فعشان كده رحت عملتها على بي. كده لو كل الابديتس لو ما عملتش ماتش يبقى كده كل الشبكات 22 و23 و24 وكل الشبكات. لكن انا كان في المثال لو مثلا عايز تختار شبكه معينه اقول له ماتش اي بي ادرس 22 وخلي اللوكال بريفرنس بتاعها 200. وده لوكال بريفرنس الاكثر استخداما. يعني ايه؟ بنسبه كبيره اللي عايز يختار طريق لوكال بريفرنس. وهتلاقي في اغلب الانترفيوهات يقول لك عشان اختار طريق بالبي جي بي اعمل ايه؟ قول له لوكال بريفرنس وتمامض. ليه؟ ده ستاندرد. في سيسكو في حاجه قبله بتبص عليها قبله، اما في غير سيسكو ده اول حاجه بتبص عليها. طيب في سيسكو بقى عملوا ايه؟ طب استنى عشان ما تلخبطهمش في دي. قال لك ويت، استنى يعني. طيب تشكر هندسه، برافو عليك كده. ايوه ثبته بقى، اصل عايز يقول لك يخرج من الداتا ويخش من الداتا، ايه الكلام الفاضي ده؟ فالمهم لسه هنخليها دي في الاخر احسن. ايه جميل، قول لي. لا نعليه بس، يعني خليه اعلى من 100. هو ابتو كام؟ الماكسيمم يعني اللوكال بريفرنس ديفولت 100، وتستحق ارقام او تستعمل ارقام من 0 ل 5535. فانا هعلي على ال 100 وخلاص. لو انا عايز الطريق ده طبعا. 22 ده رقم الاكسس ليست اللي فيها شبكه 22. انا قلت حط ايه ده؟ بطاريه. احنا فينا من كده ولا ايه؟ لا لا لا، يعني قصدي 22 انك انت هتعمل اكسس ليست بالليست ال 22. ما تقولها، انت هتصيح عليا. انت قلتها قبل كده كتير، جت على النهارده. بس ما سجلتش فيديو. ايه ده؟ لا بس نفسي الناس تفهم بس انه اللي هو قاله. انت هتصيع عليا؟ تصيع على مين؟ كده انا لسه داخل. طيب ويت. ايه الويت؟ ده حاجه اختراع سيسكو، ده سيسكو اتريبيوت. وعشان هو سيسكو اتريبيوت ما بيتذاعش في الابديتس. يعني ايه؟ يعني اللوكال بريفرنس والويت هيطلعوا بيعملوا نفس الحاجه تقريبا. بس الفرق ان اللوكال بريفرنس الناس كلها بتحبه وتستخدمه. ليه؟ لانه بيتزع في الابديت. طب ما بيتزع في الابديت اقدر اسيطر على ناس كتير، يعني كل اللي ورايا اقول لهم تعالوا ورايا، يعني تعالوا مني. اما الويت ده لوكالي سيجنيفيكانت عشان هو سيسكو اتريبيوت. لوكالي سيجنيفيكانت يعني ما يتعاملش الا على راوتر يكون راوتر سيسكو بس، ويتاثر بيه الراوتر اللي انت عملت عليه الامر ده وبس. ماله بقى الويت ده؟ الويت ده بيعمل زي اللي بيعمله لوكال بريفرنس، ان هو هايست از بيست بس الديفولت زيرو. ايه هندسه؟ قول لي. اللوكال سيجنيفيكانت معناها ان لو انا عملته على الراوتر، راوتري بس اللي يتاثر بيه، لكن الراوترات الثانيه لا. يعني مثلا ممكن استخدم الويت ده في ايه؟ راوتر زي راوتر ايه؟ يعني ممكن استخدمه المره دي على راوتر زي راوتر ايه؟ معلش، احنا كنا عايزين في المثال اللي فات نخلي راوتر ايه يخرج منين؟ من فوق، من خلال بي. فبص ممكن نعملها ازاي؟ نيجي كده على راوتر ايه، وروح قايل له كده راوتر بي جي بي 1. بص يا هندسه جاي اكتب ايه بقى؟ راح جاي قايل له كده جارك بي نيبر، وحط طبعا الاي بي بتاع بي او اللوب باك بتاع بي، وراح كاتب له كده ويت 500 عشان الحسد. طيب تعال نشوف مع بعض كده ايه اللي حصل. كده اللي حصل ان انت جيت على راوتر ايه،
مش معنى جيت على راوتر ايه الراوتر ولا بي ولا حد تاني يعني ولا بي ولا لو في حد قبل ايه هيعرفوا عن المعلومه دي لوكالي سيجنيفيكانت لوكال بريف لا ويت ما ينفعش ويت ما ياثرش غير عليا انا بس قراراتي انا فقط لا مش بلوكال بريف مش بالويت مش بالويت مش بالويت هنتخطف انا وانت النهارده طيب فالويت بقى اللي هو قصته ايه لسه هو بيعمل ايه هندسه تعالى بقى نرجع مع بعض تاني ادي راوتر ايه تمام راوتر ايه ايه اللي هيحصل له لو لعبنا بالويت وما لعبناش باللوكال بريفرنس هيبقى راوتر ايه شايف ان شبكه 22 ممكن يوصلها من خلال مين بي من فوق وان شبكه 22 ممكن يوصلها من خلال راوتر سي من تحت واللوكال بريفرنس كام لو انا ما لعبتش في اللوكال بريفرنس 100 و100 بس المره دي انا لعبت مع الويت لو لعبت مع الويت انا قلت ايه في خانه الويت جيت قلت له يا ايه لما تتعامل مع بي خلي وزنه 500 طب وما كتبتش حاجه ليها علاقه بسي ليه الديفولت الديفولت كان زيرو مين الافضل هايست از بيست بمعنى ايه يعني كده راوتر هيختار انهي سكه برضو سكه بي طب معلش هنسالك سؤال في لفه كده شويه لو راوتر ايه كان ده البي جي بي تيبل بتاعه بص في ايه في البي جي بي تيبل بتاعه شبكه 22 مكتوبه مرتين نيكست هوب بي نيكست هوب سي بص دي بقى لوكال بريفرنس 200 ولوكال بريفرنس 100 يختار انهي طريق وكان راوتر ده سيسكو كمل الله انتوا عارفينها يعني طب ما تقولوا لي مش لما نبص الاول على الويت وكان الويت هنا 100 وهنا 500 كده سي بمعنى ايه يعني لو اللوكال بريفرنس بيقول على حاجه والويت بيقول على حاجه القاعده تقول بيست باس از ويل وامني يعني ايه ويل وامني ويت قبل ما نبص على لوكال بريفرنس يعني بص هنا لوكال بريفرنس بيقول لك ايه اختار سكه دي بس الويت بيقول لك اختار سكه مين سي مين السكه الافضل الويت الاول هو اللي بيحكم ده لو سيسكو طبعا سيسكو بس طب لو مش سيسكو مفيش اصلا خانه الويت يبقى على لوكال بريفرنس بالظبط كده وهتلاقي لو حد بس شاف البي جي بي تيبل انت شفت البي جي بي تيبل شفت دي بالظبط كده لو لما الراوتر بيفتح بق احنا بنسميه كده بيفتح بق ما دي اكنها بق بيفتح بق على طريق بيقول لك ده اللي انا اخترته كبيست باث يعني يوم ما تلاقي كذا طريق في البي جي بي دايما دايما باي ديفولت مش هتلاقي لو الشبكه مكرره غير انه فاتح بق على حاجه واحده بس اللي فوق نقطه واي صح كده شفناها دي كانت بنت في اللاب كويس انا خدت بالك منها بس انا ساعتها ما قلت ما حبيتش ان انا انبه ليه ما كناش نعرفها يعني بس اشكرك انك انت ركزت فيها طبعا طبعا بالويت لا مش بالويت مش بالويت خالص الويت بالظبط بالظبط الويت يغب ما قبل ايوه الحته بقى الاخيره تعرف ان دي الحته الاخيره برافو عليك بص الحته بقى الاخيره اللي هي كده خدنا لوكال بريفرنس صعب ولا عادي لوكال بريفرنس مفيش حاجه طب والويت برضو عادي ودايما تاني بقول لك اللي هو مش سيسكو بيفضلوا لوكال بريفرنس وحتى لو انت شغال سيسكو ناس كتيره برضو بتفضل لوكال بريفرنس يعني الويت ده ما حدش بيشتغل بيه اصلا كتير في الحقيقه الا ايه يعني واحد عايز خلاص لا انا عايز اشتغل بالويت وامره سهل وطريقته سهله وانا اختار الطريق ده بايديا يعني اكنك استاتيك استاتيك بتقول له اختار طريق بي يعني استاتيك بتقول له اختار طريق بي طيب المهم ايه الاتريبيوت الاخير في محاضره النهارده والمحاضره الجايه هتبقى بس بدايتها كده تقفيله الاتريبيوتس اتريبيوت اسمه الميد اللي هو مالتي اكزيت ديسكريمينيتور ايه بقى الاتريبيوت اللي اسمه ميد ات از اولسو كولد متريك برضو بيسموه متريك بص انسى الويت خالص ماشي احنا عندنا لوكال بريفرنس وعندنا ميد اللوكال بريفرنس هو متريك والميد برضو بيسموه متريك مع الفارق تعال احكي لك بقى الفارق الميد ليست از بيست طب واللوكال بريفرنس لا كان هايست از بيست فانسى الويت خالص خلينا في الستاندرد لوكال بريفرنس هايست از بيست الميد ليست از بيست والاثنين بيسموهم متريك ليست از بيست الميد الديفولت بتاعه كام صفر يعني لو ما عملتش اي ميد يبقى الديفولت بتاعه صفر بيفرق معانا في ايه بقى الميد عن اللوكال بريفرنس الفارق الجوهري اللي هي اللي انت قلت عليها ان بيبقى اللوكال بريفرنس للابديتس اللي بستقبلها والميد للابديتس اللي برسلها
يعني بصوا عندنا هنا في الرسمه احنا عندنا هنا كام شبكه، انا رسم لك شبكتين لهذا الغرض. شبكه 22 احنا مكاننا فين؟ مش اتفقنا ان احنا هنا، احنا كاستمر. شبكه 22 دي شبكه ابديت انا بستقبلها ولا برسلها؟ بستقبل عنها. لما اجي استقبل عن ابديت عشان اختار البيست باس باللوكال بريفرنس. اما الابديتس اللي انا هرسلها، يعني الابديتس اللي انا هحكيها، الابديتس اللي انا هطلعها من عندي من اوتونوماس سيستم بتاعي، دي اللي ممكن اخليهم هم بقى اللي يختاروا البيست باس بالميد. المقصود يعني ايه الفرق الجوهري ما بين اللوكال بريفرنس والميد؟ اللوكال بريفرنس للابديتس اللي جايه، والميد بقى بص الميد، بص الميد للشبكات اللي هخرجها من عندي، شبكاتي انا اللي هببلشها. يعني راوتر ايه بص هيعمل ايه؟ راوتر ايه هيجي يعمل كده، يقول ابديت بس عن شبكه ثانيه، ما استلمت شبكه، دي شبكه ثانيه عن شبكه 11. وهو بيحكي عن شبكه 11 يخلي الميد بتاعها مثلا صفر، ده ديفولت كده، يبقى ما عملتش حاجه. واجي هنا من الناحيه دي ابديت عن مين؟ عن شبكه 11، ده مش داتا، كل ده كلام، ده ابديتس، ده بي جي بي. اخلي الميد عشان خاطرك بس خليها 55 عشان احسب. ايه تاني كده؟ اه طبعا طبعا، كل شيء في الراوتنج بالخناق الا البي جي بي والاتفاق. يعني باشمهندس بيقول على حاجه لطيفه قوي اللي هي ايه؟ بيقول لك يعني لو انا ايه خليت الميد برقم وجي سي راح مغير الميد تاني يتغير. لا مش قصدي كده. طيب حاجه جايه من الاي بي جي بي. اه تمام. اه ينفع يا باشا، طبعا طبعا ينفع بالميد تعملها. اه برضه والحاكم برضه في الايه الاول بالظبط كده، بالظبط كده، مظبوط. اي او اي ينفع الحاكم بالاي بي الاي اللي هو حاجات الاثنين بتاعتي بالاي، يبقى لوكال ماشي. والحاجات اللي جايه لي بره عشان ما اعملش. ايوه تمام. انت بص جبت الكلمه الحكيمه عشان كل اللود، صح؟ انت بتلعب الحاجات دي عشان خاطر ممكن ما تعملش لود على خط كله، كل الناس تبقى جايه من خط واحد، صح كده؟ انت برنس. اه بتذاعه طالما ستاندر بيتذاع. طيب يعني معنى الكلام ده دي لما يذيع الابديت دي لدي هيقول له ايه؟ يقول له لو جيت لي دي هوديك للشبكه 11 24 بمد صفر. طب وراوتر سي هقول له تعالى اوديك لشبكه 11 بمد 55. طب بص بقى تاني بقى اهو اهو، ده هيذيع لاف وده هيذيع لاف. هقول له اف لو عايز توصل لشبكه 11 اوديك بمد صفر، ده هيقول له اوديك لشبكه 11 بمد 50. طب معلش تعالى 55، تعال نشوف راوتر زي راوتر اف لو عنده اتنين سيريال، هو كمان سيريال واحد وسيريال اتنين، يا ترى لما يحب يوصل لشبكه 11 هيمشي من انهي سيريال؟ نشوف برضو بي جي بي تيبل. راوتر اف شايف شبكه 11 ليها مخرجين، مخرج من خلال دي ومخرج من خلال اي. ده بكام؟ ده بمد صفر وده بمد 50، 55. قول لي بقى هيفتح بق على انهي طريق من الطرق؟ مع العلم ان الليست في الميد، الليست از بيست، فهيبقى الزيرو. يعني ايه الزيرو؟ يعني راوتر اف عشان يوصل لشبكه 11 هيبقى يوصل لها ازاي؟ هيبقى يوصل لها من السكه بتاعت دي، من السكه اللي هي ال 10 ميجا برضه. ايه اللي احنا عملناه دلوقتي ككاستمر؟ اللي احنا عملناه ككاستمر ان انا قدرت ان انا اكونترول الابديتس اللي جايه لي افضل اني ابديت فيهم، والابديتس اللي خارجه مني يا ترى هم يفضلوا اني ابديت فيهم. طبعا مع العلم، مع العلم ان اللي انا عملته بالميد كانوا هم ممكن هم عندهم يعملوه باللوكال بريفرنس. يعني بص فكر فيها، مش هم كان ممكن يعملوا كمان زي ما انا عملت اللوكال بريفرنس بالنسبه لهم، بس انا ما كنتش بتكلم من وجهه نظرهم، انا كنت بتكلم من وجهه نظرنا احنا ككاستمر. مش كده في الاول قلت ايه؟ تعال نتفق ان احنا ككاستمر وان احنا كورس الراوتنج هنا ليه؟ عشان اصلا كان ممكن كل حاجه تتعمل باللوكال بريفرنس. ازاي؟ دول تجولي باللوكال بريفرنس ولما دول يروحوا لهم هم كمان يبقوا يعملوا لوكال بريفرنس. اللوكال بريفرنس هو الاتريبيوت الاكثر استخداما، ان ما استخدمتش غيره اصلا. لكن كنت عايز اوري لك ازاي ان انت كان ممكن من مكانك، من مكانك انت ككاستمر ازاي تاثر في الابديتس اللي رايحه لهم، مش باللوكال بريفرنس. اللوكال بريفرنس في الابديتس اللي جايه لي لوكال جايه لي، اما الابديتس اللي هتخرج مني اقدر اتحكم فيها، بس ما تتحكمش باللوكال بريفرنس بتاعي،
يتحكم بالميد بتاعي او هم يتحكموا باللوكال بريفرنس بتاعهم. يعني الراوتر هيبقى كده انا باثر عليه من بعيد ولا هو باثر عليه من بعيد؟ الله ينور عليك اثر من بعيد. يعني كان على سؤال الباشمهندس في ايه قال لي انت في اول البي جي بي قلت ان انا ممكن اثر على الناس البعيده تجي لي منين؟ الميد مش قول بس الويت كابديت ابديت لا الابديت الابديت نفسها رايحه لي صح معاك الابديت هو رايحه لهم الابديت هو رايحه لهم اف عايز اف يبقى يبعت لي بقى داتا. لا ما انا ببعت له الابديت عشان يبقى هو يخش على الشبكه بتاعتي عشان هو يخش لشبكتي. يخش ازاي؟ ما هو هيخش لشبكتي عن طريق ان انا حببته في طريق اني طريق طريق دي. طب ما هو اصلا عنده طريق بي ان هو حابب الطريق اصلا ايه ده حبه ازاي؟ طيب ما هو انا اللي قلت له. يعني انا قلت له ايه؟ قلت له عايز توصل ل 11 دي عندي انا. يعني هو ما كانش يعرف الشبكه دي غير مني انا. انا قلت له عايز توصل ل 11 قلت من فوق السكه دي كويسه من تحت السكه دي سيئه. او ممكن عشان اختار سكه برايمري وباك اب اختار السكه اللي فوق 10 ميجا. ايه يا باشا دي عدت عدل. عشان كده بقول لك كل شيء في البي جي بي بالخناق في الراوتنج البي جي بي الاتفاق. يعني ما ينفعش نعمل حاجه وما اتفقش مع اللي قدامي وايه اللي هيعدل فيها. ما ينفعش ما كنتش اتفق مع اللي قدامه وايه اللي كان ممكن يلعب في اللوكال بريفرنس. واللوكال بريفرنس قبل الميد في الاختيارات. لو كده ممكن تعدل كده مع واحده ثانيه. اه طبعا ممكن تعدل يحصل. اه لو حصل لو انت مش واخد بالك كويس. استشمعنا مسك اسفش في اسرائيل ما تخلينا في اللي احنا فيه الاول. ايوه ده لا اسرائيل دي ادفانسد. ده كده بتتكلم على اوتونومس سيستمز. اه ادفانسد ما بتتكلمش على كاستمر وشغال مع تي داتا. احنا بنتكلم مع مصر تي داتا. لكن الادفانسد بقى فيه حيل بقى اخرى. في حاجه اسمها كوميونيتي ليست وفي حاجه اسمها اي اس باس ليست وفي حاجه اسمها اي اس باسز لو عدت مش عارف على اسرائيل تعمل لها ديناي. لسه في قصص ثانيه. انت فاكر نفسك هسيبك؟ مش هسيبك انت واخوك هتفضلوا معايا طول العمر. لا هو فين اخوك كان موجود ده. فالقصد بس ان انا كنت عايز احكي لك القصه في ايه ان مين من اخر الاثنين اتريبيوتس اللي فعلا ليهم اختيار البيست باث. المتريك مين المتريك؟ اللوكال بريفرنس بنسميه متريك والميد برضو بنسميه متريك مع الفرق. الفرق ان اللوكال بريفرنس ده للابديتس اللي هما بيحكوها لي اما الميد للابديتس اللي انا بحكيها لهم. الله بس كده الله ينور عليك يا هندسه. طب ممكن اعدل على كلمتك جمله بالانجليزي يعني كتابه بالانجليزي ان اللوكال بريفرنس. وطبعا زي الويت يعني الويت برضو زي بيعمل نفس اللي بيعمله لوكال بريفرنس. is used حلو بصوا is used to force ها بصوا بصوا الحته دي incoming updates. يعني ايه؟ يعني received updates بالظبط كده. يعني اللوكال بريفرنس والويت بيأثروا على الابديتس اللي جايه لي. يعني مش شبكاتي لا دي الشبكات بتاعت الناس التانيين. اما الميد بي فورس از يوزد تو فورس اوت جوينج ابديت. يعني ايه كلمه اوت جوينج ابديت؟ الابديت اللي انا ببعتها يعني الابديت اللي انا بخرجها. انا بخرج ابديت بميد معين فبفورس. هكتب لك بقى ايه علاقه الابديت بالداتا. حد عارف ايه علاقه الابديت مع الداتا؟ الابديت بتروح والداتا بتيجي. يعني دايما الابديت والداتا علاقتهم عكسيه. يعني عكسيه؟ الابديت اللي بتروح كده عشان الداتا تيجي كده. تاني كده الابديت اللي بتروح كده بحكي لك عن شبكتي عشان ترجع لي داتا. يعني هات تعالى لي تعالى اوديك للداتا. قصدي ايه بقى؟ السؤال اصل الانترفيو يقول لك مش كده خالص. السؤال الانترفيو بيجيب الخلاصه بقى يقول لك قول لي الاتريبيوتس اللي ليها علاقه بالاوت جوينج ترافيك. قول لي الاتريبيوتس اللي ليها علاقه بالانكومينج ترافيك بيلعب على الترافيك. طبعا ايه انت كابديتس لعيب لان البي جي بي خلاص سهل وابديتس واحنا طول الكورس في الابديتس. يجي بقى يلعب الدنيئه ازاي بقى؟ يقول لك اني اتريبيوت ياثر على الاوت جوينج ترافيك. ما هي الاوت جوينج ترافيك دي اللي هي ايه؟ بسبب الانكومينج ابديت. يعني عارف بص لما هو دخل لي ابديت انكومينج ابديت هبعت له داتا بقى هبعت له على 22 داتا هخرج له داتا من الاوتونومس سيستم. طب لما انا بقى بخرج له الابديت انا بحكي له على الابديت عشان هو يعمل ايه؟ هو يجيب لي الداتا يجيب لي الداتا لحد عندي. فدايما علاقه الداتا والابديت عكسيه. ان الابديت بتخرج عشان الداتا تيجي والعكس بالعكسي انكومينج داتا. يعني فعلا الميد بستخدمه في ايه؟ بص الميد بستخدمه عشان اخرج لهم ابديت اقول لهم تعالوا لي يبقى هيجوا لي. يعني انا بقول لهم تعالوا لي هيجوا لي يبقى هيحصل ايه؟ هتخش لي بعد كده داتا. بخرج ابديت عشان تخش لي داتا. طب هم بيعملوا ايه؟ هم بيدخلوا لي ابديت عشان انا اخرج واوصل لهم داتا. فلاحظ بس قصه ابديت وترافيك. ففرق كبير ما بين لما يسالك عن اوت جوينج ابديت اوت جوينج ترافيك انكومينج ابديت انكومينج ترافيك. السؤال يقول ايه هي الاتريبيوتس اللي بتفورس الاوت جوينج ترافيك؟
لوكال بريفرنس ويت. ايه الاتريبيوتس اللي بتفورس الانكمينج ترافيك الناس تخش لشبكتك؟ يعني عندك سيرفرات وعايز الناس تخش لك من فوق، ايه الحاجه اللي تفورس كده؟ ان انا كنت ابعت لهم ميد، يعني انكمينج ترافيك ابعت لهم ميد. فاللوكال بريفرنس والويت يوزد تو فورس انكمينج ابديت، ميد از يوزد سوري اوتجوينج ابديت، والميد يوزد فور انكمينج ترافيك. لا 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 مفيش امتحان خالص بي جي بي اصلا. طيب بص، عشان سؤال بقى الانترفيو بيقول لك قول لي حاجه ثانيه غير الميد، زي ما قلت لي حاجه ثانيه غير الاوت جوينج ترافيك في الـ في الـ في الـ في الاتريبيوتس. يعني انت في الاوت جوينج قلت له اثنين، لوكال بريفرنس ويت. يقول لك قول لي حاجه بقى كمان غير الميد للانكمينج داتا. بمعنى هو فعلا هتلاقي في حاجتين لدي وحاجتين لدي، وطبعا نختار حاجه منهم وخلاص. ايه الحاجه الثانيه اللي غير الميد فور انكمينج داتا؟ في حاجه اسمها اي اس باث بريبند، لو تفتكر اي اس باث بريبند لو اول واحد خدناه. ايه اول واحد خدناه فاكر؟ ان احنا نقول لايه ما تجيش. ليه هو ده اللي انت افتكرته؟ لسه فاكره؟ طيب ده ما نسيتوش. بمعنى افكرك بس في اول محاضره النهارده لما جينا على راوتر وكان اسمه ايه، بي سي دي، كان اسمه ايه دي ايه ده، ايوه بالظبط، كان في راوتر كده ايه في اوتونومس سيستم. وبعدين رحت قلت له ايه 3 3 3 3 3 2 1. انا عملت ايه كده؟ انا بعت له ابديت اهي اوت جوينج ابديت عشان خاطر يبقى يرجع داتا ازاي، ما يرجعهاليش انا بقى. امال لما يرجع داتا ازاي؟ يرجع داتا من الناحيه الثانيه. فتلاقي سؤال في الانترفيو يقول لك ايه، يقول لك هو انا عشان خاطر بقى تجي لي داتا ايه الاتريبيوتس اللي ممكن اثر بيها؟ اثر بالميد واثر بالاي اس باس بريبند. هتحسس بص ان هم ايه فيهم سجع كده، ميد بريبند يعني بص اد امال ايه والد الداتا هي دي. اما الويت واللوكال بريفرنس عشان اخرج داتا. لو استفسارك اتفضل، لو خلاص ماكش استفسار نبقى نكمل ان شاء الله مع السيشن القادمه بنجاح في الوقت بالظبط. طيب باشا تفصل. طيب خلاص ممكن اه ماشي جميل. اثنين وثلاثة، لا ده اثنين دي ان احنا هنشغل بي جي بي على كل الراوترات، وثلاثة ان احنا نيجي على راوترات معينة نعمل عليها امر اسمه نيكست هوب سيلف. ده ملوش دعوه بتشغيل بي جي بي على كل الراوترات، انا كده كده شغال بي جي بي على الراوترات واربعه قصدك ولا ثلاثه؟ ثلاثه ان انا اعمل حاجه اسمها نيكست هوب سيلف، ان انا اجي على الراوتر اللي هو على حدود الاوتونومس سيستم اللي هي المحاضره اللي فاتت كان راوتر ايه واصل براوتر بي وبعدين سي وبي وبي نيجي على الراوتر ده بس ونقول له نيكست هوب سيلف، غير ان انا هشغل بي جي بي ما بين ده وده 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 وده، وخلي بالك وده 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 وده، يعني هشغل بي جي بي ما بين كل الراوترات دي وبعض. دي اثنين، دي خطوه اثنين. ثلاثه بقى ان انا اجي على ده بس، ده بس اقول له جرانيت دول كلهم نيكست هوب سيلف على ده بس. لا على ده بس، بس بشاور على واحد واحد. بس ايه بقى اللي زي ده في الاثنين؟ ان في اثنين كنت باجي ما بين سي ودي اعمل نيبر، سي واي اعمل نيبر، دي واي اعمل نيبر، دي بس دول من غير نيكست هوب سيلف. يعني خطوه اثنين هتتنفذ على كلهم، وخطوه ثلاثه تتنفذ على ده مع دول بس، لكن ما بين ده وده مثلا مش هعمل نيكست هوب سيلف، ما بين ده وده ما عملش نيكست هوب سيلف. نيكست هوب سيلف تتعمل على الاي اس بي ار ومع كل جرانول اللي جوه دي ودي دي اوبشنال، دي موجوده باي ديفولت، دي اوبشن. ودي 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 مش اساسيه، ودي مش اساسيه، هي دي ودي فين في حاله ان انت لو ستوب اي اس، يعني لو انت في ستوب اي اس، لو انت في الدرم السيستم اللي على الطرف نكتور كوماند وخلاص. لكن ترانزيت اي اس اللي هو راوتر في النص، اكيد في ناس ترانزيت هتعمل الامر. الله ينور عليك بالظبط كده. بس قصدي لو انت في شبكتك انت مسؤول عن الستاب كلها، بس هعمل اربع الله عليك في الشبكه كلها هتعمل اربع اوامر، بس قد يكون بعضهم هتعمل له اوامر وبعضهم لا. مثلا لو انت ما عندكش اي بي جي بي نيبر مش هتعمل ده، هيطلع ايه؟ في الشبكه كلها لازم هتلاقي تعرضت للثمان حالات. بالظبط يا باشا، مش ثلاثة اللي هو خطوة ثلاثة دي؟ لا ده الأولاني بس. برافو يا هندسة، بالظبط على عليهم كلهم ماشي بالظبط. على القديم، على الاي او اس القديم بس، لكن لو حد اي او اس ريسنت يعني جديد مش محتاج. بس هو شرم، لو لقيت ايه مكتوب سينك يبقى اعملها نو سينك بعد راوتر بي جي بي على طول، تبقى اول كلمه بالظبط كده. يعني بعد كلمه راوتر بي جي بي نو سينك مكتوبه خلاص انا في التمام. هو فعلا في الاخر لقيتها على راوتر واحد بس، يعني مش ايوه لقيتها هو راوتر واحد بس من الراوترات اللي مش عارف ايه ده. ممكن تجرب الاوامر، ممكن صح ممكن اعملها في البيت وخلاص.
الله جوه البي كل ما افتح بي جي بي اروح حاططها جوه وخلاص صحيح وخلاص بس فاهم مش هيخسر يعني امر مش هيخسر اعمل واخلص تاثيره على اللي جنبي مش عليا الله ينور عليك نيكست توب سيلف بقول لهم انا تعالى لي انا لكن انا 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 بالظبط كده خطوه جايه لكن انا ليا خطوه ثانيه قبليك تمام خطوه 2 دي بدل ما اشغل بي جي بي كل مش ممكن اعمل اشغل بي جي بي مع انت بس طبعا ده حاجه ثانيه صح لكن هنا بص ده هتطلع حاجه ميكس كده ما بين بي جي بي والام بي اس اسمه ام بي بي جي بي يعني غير ام بي اس فور ترانسميشن بدل الفريم جري بدل الاي تي ام ده ام بي اس فور راوتنج بقى يعني هيطلع ام بي بي جي بي ده ميكس ما بين البي جي بي والام بي اس للراوتنج يعني كانك عملت بي جي بي فيرجن 2 فيرجن ثانيه او اكثر تطورا من بي جي بي بيفهم فيها ام بي اس ويبقى الليبلز زي الراوتنج تيبلز ان الليبلز دي راوتنج تيبلز غير السرعه بقى باشمهندس في الفيرجو لو راوتر في انذر سيستم ماشي الكلام اضطر اعمل كل الكوماند اغيرها ثاني بص يعني هو المفروض ايه الراوترز اللي معاك في نفس الاوتونوم سيستم بتحطهم في جروب واللي في اوتونوم سيستم مختلف تحطهم في جروب ثاني ليه اللي انت عارف الكوماند عشان هتختلف يعني مثلا اول كوماند اي بي جي بي مثلا اول كوماند مثلا ريموت اوتونوم سيستم ده هيختلف لان ريموت اوتونوم سيستم معايا ولا ريموت اوتونوم سيستم الثاني ده هيختلف ايه ثاني هيختلف اي بي جي بي مالتي هوب هي يعني لا ينفع في ديفرنت اوتونوم سيستمز بس بشرط يعني جاي زي راوتر وليا 20 واحد في ديفرنت اوتونوم سيستمز يعني راوتر زي ده مثلا حلو واصل على ده وده وده يعني في ديفرنت اوتونوم سيستم وليه كذا راوتر هناك ما يحط كل دول في جروب وهم في اناذر اوتونوم سيستم هي يعني كل القصه ايه كل الجيران سواء جوه معايا او برايا اللي ليهم نفس الفيتشرز انا اعملهم في بير جروب وده ممكن ما اعملش بي جروب هي بي جروب دي لراحتك انت وراحه الراوتر لكن انت ممكن تقعد تعمل كوماندات عادي واحد واحد لكن قصدي طالما كده كده دول اربعه ده وده 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 بالنسبه لده هم نفس الحاجه في نفس الاوتونوم سيستم الثاني هتقول لهم اي بي جي يونت هوب ابديت سورس لوك باك هي نفس الباسورد طب ما في الاخر خالص ما تعمل ايه؟ ما تعمل لهم بي جروب وتقلل الكوماندات اللي عليك ده ان كيس ان راوترك شايف نيبرز كتير ليهم نفس الكرايتيريا يعني شبه بعض او متشابهين في حاجه واحده نشوف الاتريبيوتس الا وهي من الاخر حاجه كده زي مترك يعني ايه زي مترك اصل مش كل الاتريبيوت اسمها مترك في اتريبيوتس تعتبر مترك وفي اتريبيوتس مجرد حاجات بتتزع بالقطين ده يعني الاتريبيوت مش مترك يعني مترك لا الاتريبيوت مقصود بيها معايير معايير بناء عليها الراوتر بيشوف الابديت اي ابديت في الدنيا تتبعت في البي جي بي تبقى عباره عن نتورك وماسك واتريبيوتس وتاني مش كل الاتريبيوتس مش كل الاتريبيوتس هي حاجه هتساعدنا في اختيار البيست باث امال ايه الاتريبيوتس هي حاجات بتتبعت مع بس اسم الشبكه والماسك معيار اوصف بيه الشبكه والماسك بمعنى الاتريبيوت هو معيار وصف اكتر منه مترك صحيح في احد المعايير هيبقى ممكن بناء عليها اقول السكه دي احسن ممكن احد المعايير اقول عليها السكه دي اوحش بس مش كل الاتريبيوتس اللي احنا هنحكيها هي عباره عن معايير لاختيار طريق الحل امال ايه هي معايير وصف للشبكه الشبكه اللي هناك دي اللي ماسكها كذا طريقه حلو ده كده ماشي كانه مترك بس في حاجات تانية بقى اوصل بيها الشبكه دي والشرط اختار بيها الطريقه حلو طب ما تيجي ابسطها لك ابسطها لك ازاي تعال اقول لك ازاي البي جي بي بيختار البيست باث مع العلم ان عدد الاتريبيوتس قد يصل الى 13 اتريبيوت منهم في اتريبيوتس ليها علاقه بقى بالكونفدريشن وبالام بي جي بي وبالروتر فيكتور يعني اوت اوف اور سكوب وفي اتريبيوتس لا ليها علاقه باللي احنا درسناه يعني يمكن الاتريبيوتس اللي ليها علاقه باللي احنا درسناه 9 اتريبيوتس يعني 9 اتريبيوتس سهل ان احنا نحكي عليهم او نوضحهم باللي احنا نعرفه يعني كليفل سي سي ام بي مش عايز اتكلم عن ليفل سي سي ام بي كده اكنه يعني حاجه اي كلام يعني ما اعرفش لا طبعا السي سي ام بي ده حاجه طبعا فخمه وحاجه فاخره بس مش اللي حضر للي ذاكره وامتحنه يعني اللي ذاكر وامتحن ده كده بقت اسمها سي سي ام بي ليفل كويس لكن اللي حاضر بس ما عادي ما كنا بنحضر يا جماعه في ناس بتحضر من الفيديو ايه ده شكلي جيت على الجرح لا والله انا بحاول بس ايه الفتره الاخيره دي بحاول احمسك يعني ايه في الاخر بتحس ان انت ايه باور راحت فانا بحاول احمسك الحق نفسك لسه الحماسه شغاله احنا متحمسين